جايز صباح بخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، نهار زوين، رمضان مبارك سعيد. ونبقى نقول لكم الدراري دائما رمضان مبارك سعيد، من اول نهار في رمضان حتى لاخر نهار في رمضان ان شاء الله، حتى النهار الاخراني الدراري. ونقول لكم مبروك العيد الشباب، 11 ديال الليل طلقنا اللايف اليوم، اللايف مع سي غيساني. مرحبا سي غيساني، الله يحفظك. نهار كبير هذا، كبير بيك. ديما تسمع المدير، فين هو المدير؟ ها هو المدير الدراري، هو واحد الدروسي، المدير اون بيرسون. الله يحفظك بسيمو. اخي راه شفت صاحبي، راه انت هو اكثر واحد بارطاجاو الشباب ديال اللايف مع المدير، اللايف مع المدير. اخي راه عندك الجماهير اخي غيسان. لا اخي الجماهير، لا شفت اخي غيسان، والله اخي انا زعما لي الشرف اخي تعرفت عليك في هذه الحياه هذه، والله اخي سيمو راه ميرسي. وحاجه اخرى اخي، هي خيرا ترى من المؤسسين الاوائل ديال الويب المغربي. وشي حاجه منين انا تصدمت اخي، تقول لي هذيك لاباج فيسبوك نتوما موالي، هذاك السيت نتوما موالي، هذا السيت نتوما موالي. قلت انا الصدم اللي كنت في البدايه ديالي في الانترنت، كنت عايشين ضد السيت انا دوك ليست مزيان اخي زعما. حتى الناس اصاحبي الجينيراسيون ديالنا راه غادي تصدموا اصاحبي. قال لك انستغرام ديال الغيسان، المدير دوت كوم، المدير ال ام او تي ir.com com المدير دوت كوم. ما تنعيطوا ليه المدير المدير المدير، احنا اصلا في الشركه عندنا كلشي مدير، فهمتي؟ كلشي كلشي، ديفلوبر مدير، الناس سيبور مدراء، الكونتنت شنو مره زعما انا مدير، اي المدير في اطار، انا اللي خرج بعدا المدير في اطار كاع الدراري اللي زعما كاع التيم اللي كيخدموا معنا. اي واحد عندنا في المؤسسه راه مدير، فين انا المدير؟ شنو درتي المدير؟ قرب شويه عاودنا اخي، كي جا هذا الكونسيبت هذا ديال المدير؟ غير هكا زعما، حيت حنا عندنا بالنسبه لنا المدير هو داك الطوب ليفل في شي مؤسسه. انا رديته هو اي واحد في المؤسسه راه مدير، يعني باش كلشي يقول هذا الشيء راه ديالي انا، راه هو المدير. لا راه صعب بينش فعلا، انا كلشي هو المدير. جيت تفكر فيها، لا بيان سيغ، راسك انا كنت عايش بحاله في الطيرون. دابا الطيرون مشيت عندهم قلت لهم علموني الطيرون ديالي، قال لك ها انت الا كان شي واحد عادي خوك كتقول ليه نون كاب، شي واحد في الشارع نون كاب، الا كان شي واحد منصيب كتقول ليه بي كاب. الا بغيتي تبدا مع الهضره بحال قلتي ها الصاط، هادي كتقول لها شي عشيرك، وكاين ديك سيدي هادي سميتو، وكاين داك الليفل ديال مولاي. انا مع جدي هادي كون ننزل بها للشارع بي كاب، كلشي كتشوف تقول لي لا هادي راه كتقال غير انت، تنقول لها كتقال بحالك. ديال كل جرطو مثلا واحد خدام معاك في الطيبره، الا ديك لابارتي ديالو ما دارش مزيان انت غتاكل عصا، وراه هو المدير ديال داك لوبيراسيون اللي حنا في الاخر في الشركه كيما قلت لك اخي سيمو، زعما في يوكان ولا في كادي ستارت اب حنا مدراء مع بعضياتنا، غير كل انا مسؤول على الادمينستراسيون على الجيستيون، واحد مسؤول على الداب، الاخر مسؤول على الداب. وبلا تخيل هذاك خونا اللي في السيبور واحد النهار يكون شي مدير ديال السيبور في شركه، هذاك خونا اللي مسؤول على الداب نشوفو هيد اوف ديفلوبمنت، فوالا الشباب اللي تيصوروا هما معنا مسؤولين على شي اوبيراسيون ديال التصوير. زعما بالعكس بالعكس زعما هاد الثقافه ديال المدير انا بعدا نفعتنا في كاع لي زكسبيريونس ديالنا، حيت الاحساس قبل من الصالير وداك اللعيبه الاخرين. المهم هادشي دخلنا على سيمو كادري، هادشي لايك. لا لا ماشي كادري، هادي كادري، هادي كادري، شوف انا كادري، ولكن نزيدها واحد الدقيقه قبل ما يتجمعوا الدراري في اللايف وغادي نبداو. حيت لا راك عارف انا بكم اللي كنهضروا صافي تنبقاو غادي فين دواء كنت لقونو غير ثاني من 2016 حنا كندويو حتى لدابا، ومازال باقي تنجلسو باقي كندويو. الشباب غادي نبدا معك اخي غيساني مان الاول. ديجا الشباب تكون ديجا الشباب تكونيكتاو، غادي نسدو لي كومونتير الشباب، وغادي نبداو اللايف اليوم مع السي غيساني. السي غيساني ويلا ويلا ويلا، شوف انت كدير الصداع السي، خلينا في المدير. قول لي اخي المدير فين تزاديتي؟ انا تزاديت في مدينه بني ملال، وي في منطقه سميتها سوق السد. زيد شويه اخي غيساني. الوغ كيما قلت لك تزاديت في مدينه بني ملال، فواحد المنطقه سميتها سوق السد بالضبط، فواحد الدوار سميتو ولاد عبد. اللهم بارك، كي داير اخي الحياه في داك الدوار كذا؟ صافا تزاديتي كان الضو داخل ما داخل؟ الصراحه انا جيت في 1985 كان الضو ديك الساعه الله يبدا مزيان. علاش حنا عندنا الشونس؟ باسكو حنا جينا حدا برج بالويدان بني ملال، وهو منين كينطلق الضو.
ديكو حنا كنا السباقين ان عطاونا هاد لاكسيل الضو كذا، ولكن زعما ما كناش دايرين به شي حاجه، زعما راه كان التلفازه وهذا زعما كاين الضو صافي الحمد لله. المهم كاين الضو كاين الضو الصراحه ما دوزناش. شحال دابا فلاش؟ 37 عام. اللهم بارك. في 1985. اللهم بارك. قول لي اخي اش كيدير الوالد؟ الوالد جندي متقاعد كان في القوات المسلحه الملكيه. مزيان. والوالده ربات بيت. اللهم بارك اخي. كومبينيزون بيني انا وياك. الوالد ديالي حتى هو القوات المسلحه الملكيه والوالده ربات بيت. عاود لنا اخي كي كانت الدراسه في ابتدائي الاعدادي الثانوي فاش فين قريتي الابتدائي؟ ابتدائي كان شويه الميلونج، قريت ابتدائي في كيما قلت لك في بني ملال، من بعد عاوتاني رجعت للسلام، بعد عاوتاني رجعت لبني ملال، من بعد رجعت للسلام، كان شويه لالي غوتو. شنو اللي تيخليك اخاي تمشي للسلام تمشي لبني ملال؟ حكم الوالد راه في القوات المسلحه الملكيه كان مرات تيخلينا مع جدي وفي البلاد وكذا، ومره عاوتاني كيجيبنا للسلام، مره عاوتاني كيهبطنا. المهم في الاخر في نهايه البارتي جو بونس ديال الاعدادي، نهايه الاعدادي جيت كملت في سلام وكملت في سلا الاعدادي، والباك شديتو نيت سلا في ثانويه جابر بن حيان. ومن بعد مشيت درت لافاك بحال اللي فكرت. مزيان اخي ولكن صبر صبر عرفتي لي الله. الباك شحال سيد بالزربه، سيد بالزربه دار لي الفيتش ان شاء الله باك واش رجع معانا الباك اخي غير ثاني بشحال الباك داير ولي نكون عارف المعلومه عارف نقول شي حاجه. لا انا مصحاب 10 اخي زوج واخا بك لعب. مزيان مزيان اخي جو بونس 10 4 10.4. مزيان اخي انت راك احسن منا، حنا 10.06 وزاد قرب ل 10 اكبر منا. قول لي يا اخي كي شنو درتي من ورا الباك؟ قلت لي مشيتي لافاك. وي كما زعما كاع الشباب اللي زعما ماشي كاع المهم 80% ديال الشباب كتبان لهم لوبورتينيتي ديال لافاك هي الوسيله الوحيده، فيكو التوجيه كان شويه ضعيف وكذا. لا ماشي تتبان لي كاينه غير طريق وحده ماشي التوجيه. كاينه طريق وحده ما جبتيش شي معدلات واعرين لافاك كتسنك. اكزاكتومون دونك يعني مجبر اخوك لا بطل. يا جماعه كاع لا صراحه ما كانش الاجبار، غير لافاك كيما قلتي هي اللي كتسنك صافي. حيت كان بامكاني ما نمشيش كاع لافاك. قلت شحال من عام ضربتي في لافاك؟ عامين في لافاك. من بعد بان لي سالتها بشي دوك ولا قلتي لا؟ لا الصراحه في العامين العام الثاني ما كملتش. ومن بعد مشيت. شنو الاسباب اخي اللي ما خلاتكش؟ اخي غير شفت راسي زعما تنقرا شي حاجه ما عندها فاش تنفعني، فيكون غنعاود لك بانني انا مقاد لي سيت والفلوس داخله واتسنس خدام. كنتي ديجا خدام مزيان الفلوس داخله. شنو كنتي خدام في ديك الساعه؟ اتسنس بديت تقريبا اتسنس انا شويه قديم زعما جو بونس في 2000 انا شديت الباك في 2004 جو بونس. انا ديجا في 2000 راه كنت كنقشى شويه في ادسنس وكذا 2001 2002 2003 2004 دونك غادي لافاك وانا عندي دي سيت خدامين ما عرفتش الدراري واش كيعقلوا على ديماتوب.com. كان عندنا هذا اخي انا راه انا تصدمت ما عرفتكم واش انت مولود ديماتوب ولا نتوما كنتو شي لا لا انا اي واحد. انا ديك الساعه ديك الساعه تعرفت على الدومين ديال الانترنت بحالي بحال كاع الشباب اللي دوزوا داك البيريود. كنمشيو لي سيبر تنخلصوا 30 درهم 40 درهم نفس لي استوا خصيبر يتجمع فيه 3 ولا 4 فاش يطلق لي كونيكسيون بحال داخل الحمام. لا خاصه فاش يكونوا الناس عاد يطلقوا فوالا. في الاول كتكون كونسوماتور كتكونسومي عادي بحالك بحال الناس، من بعد تيبدا العقل شويه تيقول لك ويلي انت تبقى عاد تجير الانترنيت اشنو كيستافدوا هذا تيبيعوا الانترنيت وانت كتكونسومي لي باشات كذا صافي هادشي كيطلع لك في عقلك. كتولي تقول اجي نشوف شنو واقع تما. كتولي تعرف على حاجه سميتها HTML، شي حاجه سميتها CSS، شي حاجه سميتها فرونت بيج. ديك الساعه كان شنو هو خير HTML؟ انا دا شوف لا انا غادي نضرب معاك ما جيت نفهم حتى لعبه البيزيك باش كتصايب شي سيت ويب. يعني هادو هما لي لونغاج باش تدير دونك دونك بقيتي كتستهل لك لي سيت قلتي اجي نشوف هادشي باش مقاد. اكزاكتو اجي نشوف شنو واقع تما في دوك لي سيت. بديت كنشوف تعرف كاين واحد HTML كاين كذا 620 الا كانوا كيعرفوا الدراري كنا كيعرفوا كومون سا مارش. ديك الساعه كان شويه ديال لي فوروم برامج نت ستار تشايمز كان فيه ديال لعيبات اللي كنا شفنا تيبارطاجيو صافي. بدينا نعرفوا صايبت البرومي سيت ديالي بلاش تيمي العادي غير باجات شويه. تعرفت على واحد لوتي سميتو فرونت بيج ديك الساعه كان ديال مايكروسوفت اللي كنقاد به لي سيت اش تي ام ال واحد لي ستور. كنتي كتهوستي؟ كنت كنهوستي في ديزيبيرجومون ستوندار، ولدرجه اني هوستي حتى في مينارا باش كانوا مينارا تيعطيونا 21 ميجا فداك الميل اللي كيعطيونا. دابا دابا البدايه هوست عند مينارا من بعد رجعتو كتجيو سيت تاعنا. اكزاكت ورجعوا لي ستوار غنوصلوا لها. كنا كنوصلو فري بوان فيغ ديك الساعة كانت شوية الغراتويتي عندهم. ومن بعد حتى في هاد ليستوغ تعلمنا بأن كاين وسطين الدومين داك ديما ديما توب بوان كوم. منين شريتو من عند مينارا وشريتو بواحد العذاب
عاود داخل الفاكس اللهم بارك. لا لا ايوب قول لي اخي، وكي كانت البدايه في المقاوله اول مره قلتي نتلاح ندير شي شركه ندير شي برودوي شي حاجه؟ الصراحه في الاول تيكون عندك الهدف هو انك غير تجمع الفلوس وتحرك، هدف ديما طوب. الحمد لله كنا بارمي لي توب 10 ديال لي دي سيت في المغرب. اه ياما تسويقه عقلتي عليه الماروكزيك تعرف مولا ولا لا تلاقي في الشارع فهمتي. ديك الساعه ما كناش عندنا داك الاسبري ديال اصلا ما عندكش الفكره تسافر تلاقى الناس كذا لعيبات كتبقاو تهضروا بيناتكم. كنت خايف السويقه دوت كوم حتى هو كان تراث ديك الساعه كان خدام من المؤسسين ديال الويب. تبارك الله زعما كان خدام ديك الساعه. صافي ديك الساعه في ديما طوب بديت كنعرف ان كاين شي حاجه سميتها ديفلوبمون افونسي شويه بي اتش بي لي لونغاج كذا. بديت كنتعرف شويه على هذا المجال هذا ودزنا لواحد المرحله وحده ولينا كنصايبوا لي سيت زعما بوغ ليكستيريور ماشي غير بوغ المغرب. هادشي قلتي لي من ورا لافاك كاينه لي ستي درتي دابا شاوتي شحال هادي واش شديت تما في ديك البيرود ديال لي ستي اللي بان لك؟ عرفنا قبل كنت عارف ولكن تما زعما يزيد تفهمت شنو هما لي لونغاج ديناميك. راه ما كاينش شي اتش تي ام ال داكشي ستاتيك وكذا. كي كنت اخي السنه الاولى في لي ستي السنه الثانيه قدر نقول لك السيمون انا بالنسبه ليا بهاد الاكسبيريونس حيت داكشي اللي كنت كنقرا كنت عارفو عارف اكثر منه. ما عرفتش هذا الشيء انا نهضر على راسي حيت باش ما نظلمش الدراري الاخرين انا عارف كيفاش كيتصايبوا لي سيت عارف لي لونغاج عارف بالعكس لي سيت ديالي خدامين موستين وكتجي عند واحد فاكاتير تيقول لك ها كيفاش كنبوانتي وهادي مع هادي وانت عارفها ديجا وخدام بها فهمتي. لدرجه لي زيكزام كنت كندخل انا عارف شنو غيتحط بحال الملل فهمتي. نفس القضيه انا مشيت قريت البي تي اس بروميير اني ودوزيام انير غادي نقراهم كاع داكشي اتش تي ام ال سي اس جافا سكريبت بي اتش بي مايسكيل بوست جريس كيل هذا اجتهاد مني انا قريت اما حتى ما تقراشنا في البي تي اس دونك ما هزيتش المقرر ما تنطلش من المدرسه للدوران ولا صال كذا 16 75 ولكن راه ربك جبنا ب 10 الحقيقه داكشي قاري بحال جاني الملل في ليستي هو ساعه من بعد خرجت جلستي حتى جديتي الدبلوم ولا حتى هي؟ لا لا ما شديتش الدبلوم. شوف ما كاينش لونفي اصاحبي راه داكشي اللي كتقرا راك عارف تقول انا اش غندير كاع بهذا الدبلوم انا شديته. لانني من الاول كنت خدام زعما خدام في ليسيد كاين الفلوس داخله وكل شيء. دزت شي عام من بعد لي ستياج جو بونس لونسينا البروميير ستارت اب ديالنا كان سميتها فايا تك الا بقيت عاقل. مشيتي لاصقني بزاف الشركات الا بقيت عاقل واش كان سميتها فايا تك ولا لا. ذكروا باي ستوديو عاد سميات تخربقوا لي عدد الكلمه كلي دفايا ايتيليزينا بزاف الشركات مزيان. وكاع هادشي دفايا بعدا كله فشل مزيان دفايا مزيان اخي حنا ما تدوي حنا هنا ما تدويش على النجاح. لا انا كنبغي نسمع 80% ديال الفشل. لا مزيان انا نهضر بزاف على الفشل بس كل دوزت الفشل مزيان ويت لك من خير. لا لا الفشل ولكن اخي كتستافد من واحد تخرج بواحد الحاجه ان اي حاجه دوزتيها في الاخر زعما فالون كتا عمرك كتلقى صيفطي لنا شي حاجه في شي اكسبيريونس. سير اخي فايا تك شحال ضربتو فيها من عام؟ دوزنا عامين ديال شاد فايا ستوديو فوالا فايا ستوديو سوسيتي ديال ديفلوبمون كتصايب لي سيتو داكشي اللي كنا كنديرو اون مود اماتور بغينا نديرو اون مود زعما بروفيسيونيل. فين كاين المشكله؟ هي الحرفه عندكم فين ما قدرتوش تجيبو لنا؟ فوالا المشكل كان في لابارتي كوميرسيال. حنا كان عندنا اسوسي قاوري كانت عندنا واحد الثقافه ديال ان الا كان القاوري راه يقنع المغربي راك عاد الثقافه كانت واحد لقيتها منشوره. حنا من الاخر جبنا القاوري هو الكوميرسيال. ساعه صدق داك القاوري مشي لواحد فينا. لا علاش؟ حيت كان عنده ثقافه الفابور تقول ايش شريف كيفاش هو تيبغي يخدم يعني بعد حنا تيتعاون بزاف فوالا تيتعاون بزاف لدرجه مثلا نعطيك مثلا حنا كنا كنصايبوا ديك الساعه لي سيت ب 6000 درهم تيقدر يجيب لك واحد انت فاكتور 6000 درهم تيقول لك واه خليه يخلص 1000 درهم تقول ليه واش شريف راه خاصنا نخلصوا موضع فين تيقول لك لا راه خاصنا في الاول نتعاونوا كذا تقول ليه ماشي مشكل نتعاونوا مع الاول الثاني الثالث ولكن ما يمكنش الشركه راه عندها مصاريف وكذا. حنا الديفو اللي كان عندنا سيكو كنا عندنا الفلوس يعني خدامين في ادسنس فلوسنا حنا غير زعما خدامين كنقول له هذه راه ستارت اب زعما راه شركه راه خاصها تدخل الفلوس وكذا. المهم ما تفاهمناش في وجهه النظر. شحال ديال الوقت خدعت؟ تقريبا شي عامين.
تبارك الله تفهم ليش وجهه النظر اخي مزيان. انا شي شي عجبني اللي تيسد حتى تيكون ضرب واحد الفتعه ديال الحرب ماشي ما بغاش يكري لهم البروبريتي باش يديروا الشركه اصلا وقام صوار قال لهم ما كريش ليكم. هادشي عاودنا اخي شحال كان فلاش ديالكم ديك الساعه؟ زعما كانت عندنا جو بونس 21 عام 22 عام جو بونس. ولدك ديك العقليه ديال قلنا ليه كذا عنده طوموبيل عنده هذه. ولكن صراحه حنا ما مشيناش عادي، مشينا خدينا الفيلا لتحت باغي نديروا زعما جردها العيبات وكذا. حيت تاثرنا بالمقاوله من لابس الميريكان. لا تاثرنا بالعقليه الكور حيت كنا عايشين شويه مع الكور مع الزهير كيما عاودت ليه. لا حكم الانترنت حنا كتلقاني شوف انا راه باقي مريح في دواري زيكي وتنقول شي نهار تيكون عندي واحد البيرو كبير في شي عماره ديال الجاج هو باش مريحين دابا. انت باقي في دواري زيكي مقاتل كتقول خاص يكون بيرو كبير وعماره ديال الجاج. ولكن الحمد لله قنعناه ابخي باسكو زعما اقتنع وكرانينا مشى معاكم سطوف ولا لقى شكون اللي قنعوا ولا ها كان لقاو لي الصراحه لعب في هاد ليستوار حتى هي فهمتي لعب في هاد الدراري دخلوا له بنت شي حاجه دخلوا دونك من تما هاد الشركه هادي صافي تقريبا دوزت واحد عامين وستات ريحت واحد العام ديال داك اللعبه ديال رجعت عاوتاني شويه داك ادسنس كذا اللعبات عاوتاني داك ليست داك العقل تيقول لك الشريف راه ما خصكش تبقى مريح نوض لونسي شي لعيب لونسينا اون انتربريز كان سميتها ديك الساعه صوت بلادي. اخا انا راه صدمتيني نهار قلت لي انتم هما صحاب صوت بلادي قلت هاد السيطان هادو راه اخي سولوي والله حتى انا باقي عقل انا على صوت بلادي. كانت ان اكسبيريونس مزيانه باسكو احنا دائما عاوتاني تنفكروا بوجهه النظر ديالنا حنايا تنقولوا الدومين ديال الصحافه راه يلا مطالع احنا عندنا التكنولوجيا عندنا كذا شنو ناقص خاصنا نجيبوا جروب ديال الشباب اللي موتيفي باغيين يخدموا ويلا زعما داخل الدومين الصحافه وكذا. وانا بلا بارتي جيستيون كانت عندنا شويه ديال صراحه كانت شويه واحد البورتفوليو ديال الفلوس ادسنس واللعيبات وهذا قلنا نستمروا في هذه لونتربريز هذه فشلت واحد الفشل ذريع. لا علاش نقول لك فشل ذريع باسكو ما كانش مشكل بحال داك لي ستور دونكيا ماشي هما المساكن اللي بغاو يفشلوا مي هما داروا شي حاجه ما داروش شي حاجه اللي فريمون اينوفونت. حنا مشينا ركزنا بزاف في السيت ويب كيفاش خصو يكون زوين تنفكروا بعقلنا ونسينا واحد اللعيبه انت صايبتي السيت ويب زوين وصايبتي شي حاجه واعره فين هما الناس اللي غيجيو يدخلوا لداك السيت ويب. اضطرينا نانفيسيو بزاف الاشهارات وكذا ما قديناش وزعما من هذه المباركه نشكر كاع التيم ديال صوت بلادي دايره واحد السيد معنا السيد جديد هو معنا مونبر من هذا الجروب هذا والحمد لله. انا الحاجه اللي كنفتخر بها هي اي واحد دوز معنا ان اكسبيريونس كتبقى العلاقه بيناتنا مزيان مابورتو فشلات لونتربريز ولا نجحات. دونك كيما قلت لك فشلات واحد الفشل ذريع تنعاود باش نركز عليها على اسباب الفشل نقدر نقولهم الاولى اننا دخلنا لواحد الدومين بالاكسبيرتيز ديالنا كيتسحب لينا زعما هذاك هو المشكل ديال داك الدومين اوكو تيك بوحدو تيك بوحدو اوكو ما كانش المشكل ديال اخي خليها تيك بوحدو وحنا جايين لها دونك ولكن تعلمنا واحد اللعبه زوينه من بعد هذا الصوت بلادي صافي فشلات كذا ندوزو هذه المرحله هذه. اللي تعلمنا من صوت بلادي هو علاش فشلت صوت بلادي لان كان المشكل في اليو داك الناس اللي غيجيو يدخلوا لداك داك السيت ويقراو سموها الماركتينغ ماركتينغ اكزاكتلي حتى واحد فينا في داك التيم كامل ما كانش عنده سكيل الماركتينغ. دونك قلنا منين تيجي الترافيك فكرنا في جوجل لقينا بان جوجل فهاديك البريود صافي ما بقاش داك السي اوتوماتيك وداك الشيء ساهله صافي يعني خصك فريمون تدخل للساند بوكس وتنط الشهور وبيتيت تبداو له حوايج اخرين. دونك جوجل انيولي دونك فكرنا ديك الساعه بداو لي ريزو سوسيو تيبانو مزيان دا فيسبوك دا كذا وكرا نقصي واحد المرحله هو اللي عليها خصني نبيع عليه ميزه ادسنس شنو الشيفر اللي كنتو كديرو بارجو على لسان بارطاجي لنا هاد الدراري قول لهم اخي قلت بان كان عندنا واحد الباك اب في ادسنس وصلنا تقريبا كنا كنديرو اكثر من 3000 اورو بارجو. علاش؟ لان اوتوماتيزينا شويه السيستم اتيزينا شويه ديال شويه ديال التكنولوجي ولينا تنخدموا بزاف ديال لي كونط ادسنس اكثر من 30 كونط وكنديروا لهم داك بحال دابا داك الغوشه كي دور كيتشارج هذا كيتشارج فيه 200 اورو 300 اورو كيتحيد هذا 200 300 اورو درجه واحد المره بغينا نسكيلي وبغينا نوصلوا ل 1000 اورو هو يجي بجوجل قلنا زعما انتم اللي تفهموا ويدير لنا الراق هادشي تنعقل بزاف حاضر هاد ليستوار واحد 30 كونط وبطبيعه الحال كان مساهم معنا في الجريمه هو مصطفى ملي عطيناه يصايب هاد لي كونط صايبهم بنفس السميه بحال دابا كتقول ميستا 1 ميستا 2 ميستا 3 جوجل ما عدبش راسو شداك ميستا بلا باز طيروه كامل
تكا داك ميستات كامل مشات لنا شي 30 كونط 30000 ومشات فيها هذه ولكن اللي تعلمنا من هذه انك زعما لي بيزنس ديال انك تجمع الكاش فلو وكذا ما يمكنلكش تمشي بيهم لونغ تيرم تديرهم كاش فلو كتجمع بهم فلوس وما باش لونسينا فيا استوديو وما باش لونسينا صوت بلادي وما باش دينا دونك دازت لي استوار غادي وانتم اخي مامن ان هادو خاص ولا بد تمشي دير بهم شي بيزنس حقيقي لا لا بيان سور راه جربنا راه مشينا لفيا تاك مشينا صوت بلادي حيت شوف الا كنتي كتدخل عارف من الاول ان داكشي مرحالي الا كنتي كتدخل شويه ديال الفلوس ضروري كتبدا تفكر كيفاش هاد الفلوس تردهم شي حاجه ستابل وسيكوريزي وكذا ومن وراها اخي صافي سديتو صوت بلادي سنة ديك الساعة دخلت درت المرحلة ديال الفيسبوك جا فيسبوك الموجة الموجة بديت كنخدم على دي باج كنطلعهم كذا اللعيبات باغ شونس واحد لاباج سميتها جيمو ماروك كنت عند واحد سيدي الله بداها وانا مشيت كونتاكتيتو سلام صافا بخير كلشي مزيان اللعيبات قلت له هاد لاباج عندك راه مزيان انتريسونت راه كتبارطاجي شي حاجة زوينة وكذا قلت له شنو رايك تبيع رفض المرة الأولى رفض المرة الثانية درجة سبعة المرات باقي عاقل عليه سبعة المرات وانا تنحاول معاه في اللحظه السابعه قال لي غير نتلاقى تلاقيتو شرحت له علاش بغيت لاباج شنو بغيت ندير حيت هو كان باني داك لاباج حتى هو بحب خاف ليه عطيه شي واحد ويخسرها قلت له لا انا اكثر حاجه عجبتني في لاباج هي هذيك الكتابه خير راه صعيبه تجي من ماروك انا في ماروك بوان كوم كيجيو دي زيميل تبيع الدومين تنقول لا لا ما عرفتش شكون هو خاصني نلبس لشي واحد مغربي حتى هو فوالا هذيك الشيء داك الدري تنشكرو من هنايا باقي صديق ديالي حتى لدابا كان ايزيتا ولكن ملي تلاقيتو شرحت له مزيان علاش بغيت جيمو ماروك والحمد لله خدينا جيمو ماروك وخدمنا عليها ولات بارمي لي توب 10 ديال الصفحات المليونيه في المغرب كنبارطاجيو غير بوزيتيف ديك الساعه خير قليل لي باج اللي دايرين مليون كانوا تقريبا واحد سبعه ولا هذا ماكس شنو كان الكونتنت ديال لاباج جيمو ماروك غير بوزيتيف راه من لو نو سيمو جيمو ماروك كنبارطاجيو غير انا راه صدمتيني عاوتاني ديك المره ملي قلتي لي راه حنا كنا موالين جيمو ماروك وكذا قلت او هذا راه صاحبي راه شي شحال مره تصادفت معاه في حياتي انا راه عارف شنو كاين في جيمو ماروك الناس اللي معانا ما عارفينش دونك كنا كنبارطاجيو فيها غير الكونتوني الزوين ديال البلاد اكلات زوينه مناظر زوينه شي حاجه اللي تقادات زعما في البلاد زوينه تنبارطاجيوها تنحاولوا نيفيتيو اي حاجه نيجاتيف ما تنبارطاجيوهاش والحمد لله لقات ساكسيس هذا تيبين ان المغاربه باغيين بلادهم كانوا تصاور ديال سيدنا العائله الملكه فطورات زوينين دي زون بلاسمون زوينين شي لعيبه تقادات في الجزائر زوينه انا باقي عاقل اكثري كيعجبني فطورات كانوا المغاربه عزيز عليهم فطور مغربي دونك بارطاجينا هاد اللعيبات هادو باغ شونس بولو كيصيفطوا ليا لي سيت ديال نيوز ولا كيصيفطوا لي زارتيك يقول لي عافاك بارطاجي لنا هذا انا كنت كنعزل غير لي زارتيك اللي تيهضروا على البلاد زوين وتنبارطاجيهم غراتويتمون هاد المود غراتويتمون مزيان من بعد نعاودو نرجعو دونك بارطاجيت غراتويتمون ما قلت لهم لا خلصوني حتى شي حاجه بيان سور حيت داخل في الميسيون ديال لاباج من بعد داكشي كثر عليه بزاف وصايبت ان سيستم اوتوماتيزي رجعت للتيك ولا وليت كنعمر فيه الكونتوني وهو تيبارطاجي اوتوماتيكوم كل 24 ساعه قبل ما يدير فيسبوك ديك بيان سور لا قبل انا باقا عاقل جات عندكم وبيوريتني داك السيستم اكزاكتومون صح انا التيك شويه في حياتي كنافعني في هاد لي زيستوار هاد دونك وليت انا كنمشي بارفوا نعس ونسافر ولا باج خدامه وتتورني وكلشي ولي بوست ديال البريس كيدوزو ولا باج خدامه هاد لي بوست ديال البريس واحد الحده جو عندي قال لي حيت درت شكون لي جا عندك تقريبا كاع لي سيت شنو بغيتي نقول لك لي سيت ديال نيوز عندي جاو عندي بلا ما تقول شكون لي سيت بحال شوف تي في بحال ابخي تيلكال بحال ميد راديو غنجيو لهم هادو ديطاي لان دخلنا معاهم دي بيزنس غادي اخرين كانوا تيجيو عندكم تيقول قالوا لي دابا ما بغيناش ديك المرحله ديال زعما ما بغيناش يسبارطاجي لنا فابور بغينا نخلصوا قلت لهم مزيان جي قلت انا باش ما نمشيش عاوتاني نبقى واحد معاهم لان الا عطيتهم لاكسي لاباج ما ضمنش شنو ممكن يديروا ممكن يبارطاجيو اي حاجه وغنخرج من داك ليستوار ديال انا كنبارطاجي غير بوزيتيف دونك قلت لهم شوفوا عافاكم نتفاهموا واحد البرينسيپ شي حاجه نيجاتيف راه ما يمكنش تدوز فهاد لاباج ليا وليكم لان الا داز نيجاتيف الترافيك ما غايجيكمش بزاف باسكو هاد الناس اللي كاينين فهاد لاباج راهم بوزيتيف وراهم مزيانين ولا عطيتكم عاوتاني لاكسي لاباج كيبقى الريسك انني انا ما نعرفش صراحه شنو البوزيتيف صايبت واحد لو سيستم حتى هو تنعطي
نعطيهم اكسي لوغين وورد باس و نعطيهم ممكن تبوستي ارتيكل جوج ثلاثه في النهار على حساب البايمون اللي غتخلص. درتي لهم دي باكيج. دي باكيج اكزاكتو. شي مثال ديال شي باكيج مثلا كتاخذ ثلاثه ديال لي ارتيكل ب 3000 درهم في الشهر. كتاخذ ثلاثه ديال لي ارتيكل في النهار كتبوستيهم كتخلص 3000 درهم في الشهر وكان 6000 وكان 9000 مزيان. دونك هاد لي زيستوار غادو جربت مع الموقع الاول جربت مع الموقع الثاني جربت مع الثالث شويه واحد اللحظه كثروا عليا المواقع ما يمكنش لان لا باج راك عارف يمكنش تبقى تبوست فيها غير المواقع الريتش غير باط وكذا. فهاد البريود هادي بداو كيتشكاو لا حنا ما يمكنش الريتش ديال باط كذا. جات جا واحد الكونتاكت من عند جروب اخبار اليوم. جروب اخبار اليوم هما اللي صايبوا اليوم 24 دونك هي الجريده الورقيه ديال اخبار اليوم كانت تحت الاشراف ديال الاستاذ توفيق 24. دونك عيط لي قال لهم فين كتبوستيو هاد لي زارتيكل علاش الترافيك ديالنا طالع وحنا جريده ورقيه. دونك دفسترو له قال له كاين واحد لاباج قال لهم عيطوا لداك السيد تلاقى عيط لي قال لي شوف ترا داكشي اللي تدير راه مزيان لاباج مزيانه وحنا نيت حنا الهدف ديال اخبار اليوم هو البلاد تولي زوينه وتشوفوا في ايماج مزيانه وكذا. قال لي شوف راه يلاه لونسينا الموقع ديال اليوم 24. قال لي شنو بان لك زعما في الموقع. قلت له تعطيني شويه الوقت رجعت اناليزيتو جيت عنده قلت له شوف الموقع مخدوم بواحد الطريقه حيت حنا عرفتي داك الباكون تكنيك نفعني في هذه الاستوار. قلت له مخدوم بواحد الطريقه ثقيله راه شوف راسي بوستي وعندك راه ممكن مثلا الى بوستا يجيك 10 لا فيزيتور بلاص ما يجيك غير ديك 300 اللي كيجيو عندك حيت الطون شارجمون ديال لاباج كان تقريبا باقي عاقل 19 سكوند. سي امبوسيبل واخا نتسنى 19 سكوند تيت ومشيت. دونك قلت له شوف قلت له راه هاني الاستوار فين كاينه هو شافني تنهضر معاه في الترافيك وتنهضر معاه في التكنيك ويقول جاب الله على وجه هذا اللي ويقول لي شوف راه حنا لونسينا اليوم 24 ولكن ما عندناش لي زيكيب تكنيك وكذا ولعيبات شنو رايك تدخل معنا في هذه الاستوار هذه. قلت له في الاول انا ندخل ككونسلتون قلت له نحاول نوريكم وريت بديت كندير لهم شويه الفهمات داك الباكر ديروا هذه ديروا هذه ويقول لي شوف استاذ راه كثرتي عليا اجي شد انت هذه لاباغتي هذه صافي. قال لي اجي شد صايبت واحد الكيت شارج قلت له خصنا هذه. قال لي شوف ها هما اللي كانوا ديك الساعه في كازا البيروات عندهم. قال لي شوف الويتي ميطاج نزل ليه خذ لي بيرو اللي عجبك جيب الناس اللي عجبك المهم غندير واحد لي جولز نتفاهموا عليهم. باغمي لي جولز اللي كانوا عندهم انهم يطلعوا للطوب 100 في المغرب. هذا هو الجولز علاش تفاهموا واللي من المواقع اكثر 100 المواقع اللي كتشاف لانهم كانوا في 1000 وشي حاجه جو بونس. صافي جيت خديت لو ريسك عاودت لو سيت خليت داك لو سيت خدام عاودتو هايرين لي ديفلوبور هايرين لي ديزاينر عاودنا لي سيت عاودت لاباغتي تكنيك عاوتاني مشيت بديت بها الاولى الصحافه حتى هما عيريتو صحافه جديده بيان سور. لا هاد الصحافه اللي بغيت نقول لك عاودت لاباغتي تكنيك بديت بها الاولى من بعد بان ليا كوميم واخا عاودنا التكنيك طلع داكشي شويه من بعد وانا درت واحد الميتين ما بقيتش هكا الشخص معاك قال لي المشكل عندكم في الكونتوني لان داك الكونتوني اللي كديروا في الجريده الورقيه راه ما يمكنش ديروه هو في الجريده الالكترونيه اكزاكتوم. وانا مشيت ندوزت توفيق قلت له شوف خصنا كونتوني جديد لان كان الاشكال كانوا نفس الصحفيين اللي تيكتبوا في اخبار اليوم كانوا واحد جوج صحفيين اللي جابوا لنا ولكن اكثريه تيهزوا الكونتوني من اخبار اليوم. دونك قلت له خصنا دي زيكيب جديد مونطينا دي زيكيب جديد خدمنا معاهم شويه ديال الكونتوني كيفاش خصو يتكتب في شويه الاثاره في شويه كذا ما تعطيش المعلومه كامله كذا وضربنا بهذه الاستراتيجي تقريبا واحد نقول لك واحد ويمو طلعنا للتوب 100 صافي. انا حقق لوبجيكتيف ديالي انا كندير معاهم عام طلعنا ويمو طلعنا للتوب 100 الكسيراج ما بين التوب ما بين 1000 والتوب 100 خدا ويمو ولكن من 100 ل 50 خدينا شي 3 موا ولا هذا ومن 50 ل 10 خدينا شي 2 موا ولا هذا دونك بقى عاقل وصلتو حتى للتوب 10 ضربنا التوب 10 في اليكس هذيك الساعه في ليست المواقع المغربيه وبدات الاستوار ديال الموقع. انا عارفه سميت الموقع عاود نذكرو اليكسا لا سميت الموقع اليوم 24 اليوم 24 هذيك الساعه بدات واحد طوندونس ديال 24 لان بزاف المواقع ملونسين ب 24 اي حاجه كتزيد على 24 كتلقى سيت دو بريس. دونك بدات من اليوم 24 دونك هاد ليستوار هادي دوزت فيها عامين نقدر نقول لك ان داك الدومين الصحافه ما والمنيش. علاش؟ لان المهم الله يحسن الله يكون حسن العوان في الصحفيين انا عاشرتهم وكذا خاصهم شي حدث مثير خاصهم شي حاجه فيها ماشي بوزيتيف ماشي بارفو باش يجيبوا لان الانسان اصلا بروغرامي باغي شي حاجه سلبيه دونك الا تمشي لشي حاجه ايجابيه ما مسوقش السلبيه هي اللي كتمشى. واخاي انا زعما دوك صحابنا اللي صحافه ديما تندوم معاهم في هذه النقطه هذه ديال تيقول لك اخي راه فريمون دومين ستريسون لان كاينه بزاف ديال السلبيه تقول لها اخي ربي يعاونكم اخويا عرفتي صاحبي راه تحس شنو شي لعيبه شي لا الانرجي اخي راه ما كتبقاش شنو شي حاجه ايرجو هاد الدرجه هادي سير
راك عارف اخي سي وشوف حنا خدامين واخا نكونوا في لايف كاع راه في لايف ديال دوزامي العقل شي فنشرت الاخبار راه كنا خدامين واخا هادشي اللي ما كيبانش هادشي اللي ما تيبانش قول لي اخي شديتو اليوم 24 من 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 تحت ال1000 ماشي حتى 1000 ولا وصلنا للتوب 10 ريحت مع الاستاذ توفيق قلت له شوف استاذ توفيق انا الميسيون ديالي كانت هي 100 وصلتو ل10 جود لاك في هذا البروجي والله يسخر لكم انا غنرجع لك شي اللي كنت كندير قال لي يا شريف واش دخل الحمام بحال خروج قال لي لا شوف حنا درنا ميسيون وصلتيها رغم المتاعب اللي طرا ورغم كذا باش الناس ما يتسحبش وما تشرج بالساره كانوا فريمو دي ساكريفيس زعما في شكل ما بغيتش نعاودو عليهم ولكن المهم حنا نقولوا بان راه الجول دار هو يقول لي قال لي عفاك انت راه جاي مشحون مع ديك الساعه ما عرفتش شنو وقع وكذا شي 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 ارتيكل ما عجبنيش واش جيت مشحون عنده قال لي شوف سير ريح في الدار وانا نقول لك واحد اللعيبه واحد اخر فكر في شي دومين واحد اخر ولكن خليك معنا في الكونتوني واجي نبداو اكسبيريونس من الاول انت شرف على كل شيء رجعت للدار دوزت شي سيمانه كنت كنقلب تنقلب 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 تنقول زعما شنو هاد الدومين هذا اللي في الكونتوني ومازال مازال ما عندوش شي ليدر دابا الا قلنا البريس غنلقاو هيس بريس اليوم 24 شوف تي في كذا كاينين ليدر الا قلنا الرياضه غنلقاو البطوله وغادي مواقع اخرين كاين هذا الا قلنا الفرنسي مثلا كتفكرش في الفرنسي ولكن قلنا الا قلنا الفرانكوفون غنلقاو تيلكيل ومواقع اخرى وكذا ومهم بارازار بانت ليا كان ديك الساعه المسلسل واحد المسلسل تركي كان بادي وكانت فيه واحد ذكر واحد المو سلطانه وكان كان واحد البيرسونا سميتو السلطانه هويا صافي وانا نقول هذا جي هذا ليسباس ديال العيالات راه بديت نقلب لقيت مواقع ولكن ما كاينش شي واحد يفرحك داكشي زعما بدائي وزعما وهو ماشي ماشي شي حاجه زعما اللي تستاهل وانا نمشي راك عارف داك اللعبه ديال الدومينو الاول اللي سالي المسرع نص الطوميلات شحال كنقول ليه الفكره اليوم مع الصباح راه شادو على الطوميل قلت له راه واحد الفكره طق 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 ويقول لي شنو بغيتي تسميها قال لك ها هو الطوميل بعدا جينا تنديروا الفكره السلام عليكم ارلى اخي شي قرعه الماء الله يرزقك دونك مشينا بديتو السلطان بدات لي اكسبيريونس قلنا اخي كيفاش بدا السلطان سلطان بوايما داز من احسن لي ستارت اب صراحه اللي دوز حياتي حيت جايه من نجاح عصام الشوكي يدير هكا كان معاه كان معانا صافي على هادي يدير هكا كانت مبنيه على نجاح ديال اليوم 24 وكذا كانوا عندنا الفينانسمون استاذ توفيق الله يكثر خيره كان ديك الساعه دوك داكشي اللي كان عندي في اليوم 24 بلس الانفستيسمون هذا دخلت انا وياه في سلطانه دونك وفرنا كلشي درنا بيرو زوين درنا اوفيسات زوينين ديزاين زوين هايرنا تيم ذا بيست اللي كانوا الصراحه ماشي زعما واعرين ولكن ليسبري ديالهم كان زوين ناس اللي قدر شفتي ما شخص يكون واعر هادي ديفلوبر ناس يبارطاجيو معاك نفس الفيزيون بوزيتيف كذا لعبات و تيخدموا انا والله الا تيخدموا راه كره في رمضان كنا كنخدموا في رمضان اخي شو انا كنت عايش في تايلاند شفت السلطانه وبقى هادي اول مره غادي نشوفه كنت شفت سلطانه وانا سكرولي كانت شي صفحه سميتها الفريق ولا من النحل اللي كنت عليها وطلعت لي التصويره ديالو هو الاول حط صورته هو الاول كتب المدير ولا ما عرفتش شنو ونقول هاد السطا دابا باينه جميله انا هاد لاباج الله يدي صايب شي سيمو هادوك ما صحيت دويتي خدامي معاك صايبو داك لاباج حطو لي شي ديدو لا فهمت التيم فيها بزاف ماشي غير انت حطيت الاول انا كنت كنبغي دائما التيم تكون بعيده على الاجواء ديال الكونتاكت مع الناس على برا حيت يقدر مثلا تبوستي شي ارتيكل ما يعجبش شي واحد ولا عرف داك خصوصا في الصحافه الا عرف داك التيم غادي يمشي كونتاكتي ويقدر يقول له شي هضره ما تعجبوش وكذا دونك كنا كنحاولوا ولكن بيسكو داروا هاد التيم وكذا ديال الديفلوبمون خليناها قال لك صافي حيت السلطانه ما كانش شي سلبي لا هي قلت لك زعما انا الفكره اللي كانت عندي دونك كنا كنبارطاجيو الصراحه السلطانه دوزنا في واحد الاكسبيريونس واعره كنت سلطانه بويما اكزاكتومون باقي لحد الان بيان سور ليستوغ مازال كماله وصراحه كيشرف داكشي اللي كيديروا اللي درنا واللي مازالين مزيانين كيديروا دونك سلطانة صيبنا ليها واحد هنا بديت نتعلم شويه ديال الماركتينغ اللعيبات كذا تعلمت من داك الفشل الاول ماشي تريحنا بدينا تنقولوا كيفاش ننجحوا سلطان لقينا بان الا بغيتي تنجح شي مارك لصق لي زانفلونسور والناس اللي محركين لي ستار اللي محركين بالدوم صافي خدينا هذه هي استراتيجي ما نقولكش صايبنا استراتيجي ولا حاجه غير تناقشنا فيها قلنا اجي نمشيو نركزوا مع هذوك الناس بحال يوليو دي زومباسادور ديالهم صافي درنا غور اننا ندوزو دي زانترفيو مع اي واحد في البلاد
معروف درجة آه. جو بونس كانوا من بعد كونتاكت او كنت تيدوز معاك دي زانترفيو وكذا ولا دونك هاد اللعيبه ديال لي زانترفيو كنشكروا فيها الصراحه الشباب ديال الفيديو. هو معنا عصام هو المدير ديال الفيديو معنا ديك الساعه. هاد الدراري صبر نوريهم اليوم الاجواء. هانتوما الشباب عصام هو مخبى بالكاميرا ديالو. خو الغيسان يقول لي اخويا سميتك راه تنسى وبسطوف لا لا ما بسطوف سيب جليل سي ايو فينا هو رياضة باقي مش جلالة هادو هما الاجواء الدراري اليوم في البيرو عاجي نكملوا اخي غيسان. دونك كيما قلت لك لصقناها شوية الليبران ظرف جانا عقل ظرف 6 شهور كنا بحال درنا البلافون ديال اي واحد في المغرب معروف وكذا تلاقينا وهضرنا مع كسوسو مونتيل ولا صافي شوف كاع انا باقي عاقل اجي باش عرفت شكون كيطلع لي هذاك الفانيجي ديالك داك الفانيجي داك الغوص مع سميتو تعرف ان الفيديو راه من ورا سلطانه وشي فنانه معروفه شي فنان معروف وشي حوار وشي شي 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 جمله شائكه كتفرج شنو طار عرفتوا جانا اياما نسميتو ندير نوت انتريست ما عرفتش اخي كنت معكم شي دعوه كتعاودوا تطلعوا لي في يوتيوب عاوتاني مريكومونديكو اخي الدعوه هي كنا كنبارطاجيو حاجه زوينه وبوزيتيف وكا دونك دوزنا ليكسبيريونس سلطانه قلت لك في اليوم 24 دوزنا عامين باش وصلنا للتوب 10 في سلطانه دوزنا جو بونس ما كملناشنا في موا كنا نحن هو الموقع الاول ديال المراه في المغرب وهادشي ساعدنا باننا قدرنا نجيبو معلنين بالضرب درجة أن كانوا عندنا معلنين كوكاكولا إنوي مارك تيليكوم أورانج كيري سامسونج مهم دو بيست اللي كانوا في المارشي قدرنا في العام الأول نبداو نجيبوهم حيت المعلن كيقول لك بليتو ديك الساعة كنا كندوزو من لي زاجونس تيقول لك عطيني لي شيفر عطيني باش ندوز عندك الإعلان وريني لي شيفر حنا دوك لي شيفر شكون نتا حنا دوك الإعلان دوك لي شيفر قدرنا في سي موان نجيبوهم مع داك لامباك ديال لي زانفلونسور ودير المشاهير وكذا ولاباج تبارك الله خرج مزيان وسيرتيفينا هذيك الساعة وخدمنا على يوتيوب تا هو وجو بونس كنا وصلنا قربنا المليون جو بونس وصلنا المليون فولورز معنا في ابوني معنا خير تبارك الله هادشي كامل في 9 شهور زعما كان ولكن هادشي واحد راه 9 شهور ولكن سنين ديال الخبرة وجامعين لا وكانوا دراري صراحة كان فؤاد تنشكر فؤاد من هذه المباراة وكانوا رئيس التحليل اللي كان بدات معنا في الأول وزعما كان التيم أنا كان بيزد على هذه في التيم لأن الإكسبيريونس ديالي هنا كانت غير في شوية في المانجمنت وكذا ولكن التيم هي الأساس علاش كان هذا السكسس هذا كان مزيان لدرجة كيما قلت لك كنا في رمضان دائما تخدموا بالليل دائما خدامين بالليل تلقى تجي لوفيس كتلقى الدراري كاينين وخدامين وكنا بالعكس هاد الاكسبيريونس ديال الليل هي اللي غتيرا تخليني كيتي سلطانه من بعد نقول لك علاش لان بالليل كنا بارفوا التيم خدامين وحنا تنصوروا للمعلن الاشهارات ديالو وكذا باش نعطيو داكشي في الوقت باش نتخلصوا وكذا وخلاص نجيو ليه من بعد دونك سلطانه دوزنا فيها تقريبا عامين ولينا نمبر 1 كلشي الحمد لله ولا عارفنا نفس الاستوار عاوتاني الوعد اللي كنت عطيت الاستاذ توفيق بشرين قلت له حنا غنكونوا في عامين ان شاء الله جبناه في 6 شهور كل تقريبا عام ولينا دباس اللي كاينين في المارشي وبدات الاكسبيريونس ديك الساعه وبدينا كنقلبوا على المعلنين والاشارات وجبنا كيما قلت لك معلنين واعرين وكذا الاستوار غتبدا ملي غنجيو نتخلصوا احنا جبنا المعلنين شنو دابا اش كتخدموا مع المعلنين ديريكت لا تخدموا مع اترافير دي زاجونس اييه حيت المعلنين ديريكت راك عارف السيمو زعما في المارشي ما تيخدموش معاك ديريكت لان كاين واحد لاجونس هي داك البانكه ديالو هو كيقول لك سير تعامل مع ديك لاجونس ما تجيش عندي انا لان ولا ما يعرفش يجيريك ثانيا ما كيدخلش في هاد لي زيستوار هاد دونك خرجنا خدمنا ديك 9 شهور كيما قلت لك بدينا تنخرجوا الاعلانات لي بونط كوموند خدامين الفاكتورات حنا تنحسبوا تنقولوا صافي راه جاك بوت جبناها راه عندنا باش نخدموا العام الجاي كذا تخلصوا لا لا والله الا خي دوي على لا اول حاجه اول فوت درنا هاد اللعيبه هادو هو لي زاجونس تيقولوهمش لك حنا كنا كنمشيو تنصيفطوا الفاكتوره باغ ميل زعما هاد السويدي التاك واللعيبات وكذا ملي جينا نتخلصوا قالك شريف راه ما خصكش تصيفط فاكتوره باغ ميل راه خصك تجيبها لينا ونكاشيو لك لاكيزي دو ريسبسيون عاد تبدا 90 يوم ديال الخلاص هادي لا لوا 90 يوم اللي كاينه في لا لوا صافي ريحنا قلنا ما كاين مشكل 90 يوم نزيدو نصبروا مالنا حنا زعما هي انا والست توفيق عاوتاني غنزيدو نصبروا شويه مع كان عندنا البيدجي ديال العام دونك قلنا لي صافي قال لي نزيدو نصبروا 9 شهور ماشي مشكل بليتو 3 شهور سالات 3 شهور مشينا نتخلصوا كاين شي وحدين خلصونا وشي وحدين ما بغاوش
شي وحدين بداو تيقولوا لينا استوار وحده اخرى، لان حنا ملي كناخذوا الاعلان كنمشيو عند لاجونس تنقولوا ليها غنعطيوك هاد لو بري غتربحي انت 35% من هاد لو بري، وغتعطينا هذاك هذاك الفرق اللي بغا. بداو دي زاجونس كيديروا لنا الشونطاج، تيقولوا لينا الا بغيتي نخلصوك خاصك ابار ديك 35%، بعدا تيقولوا لنا الفلوس ما كاينينش سمحوا لينا هكذا هذا اللعيبات. المشكل اللي كاين في لي زاجونس انك ما يمكنلكش تخاصم معاهم، لانه مشي تخاصم مع اجي يسدوا عليك كاروبين. الا تخاصمتي مع اجونس وحده بحال هضرتي ل 20 كليون، لان كل اجونس تكون جامعه بزاف ديال الكليون، دونك تطيح انت في هذا الفخ تولي تقول خاصني نصبر ونقاوم ونلقى شي حل مع ديك لاجونس. دونك كيما قلت لك النقطه اللي افادت الكاس بقينا كندخلوا معاهم، مشيت انا واحد المره لواحد لاجونس، مشيت انا ديك الساعه كالكوميرسا وكنقول له غنمشي انا، لان حتى الكوميرسا تقول له ما يمكنش، يا اما انت ما كتعرفش الهضر يا اما كتبغي دير فيزا ما زبعه. مشيت انا قلت له اجي مشي انا عند هاد لاجونس، مشيت دوموندي الديريكتور ريحت معاه قلت له شوف اش حنا انت درنا لكم داكشي اللي بغيتو، واش كاين شي مشكل عندنا في الكري؟ قال لك لا. واش قال لك راه كاين مشاكل؟ قلت له راه حنا عندنا ناس خدامين معنا خصهم في الاخر الشهر يدوز لهم الصاله ديالهم، وانا نقدر نقول لك هذا هو الديفو اللي كان عندي في المطبخ خاني غير كامله، ماشي ديفو ما نقدر نقول لك كنت ما نقدرش ما ندوش الصالير في الخش. ما عمري خدمت في شي شركه ولا نوصيت شي ستارت اب ولا شي حاجه وتعطلت شويه في الفلوس ولا ما ندوش شي شهر ولا شي. كنحييك اخي علاش؟ لا علاش، لان دوك الناس راه ما عطيك وقتهم، كانوا حتى هما بامكانهم يمشيو لونسيو شركات ولكن تاقوا فيك هذا وعطاوك وقتهم، دونك انت اقل التزام تلتزم معاهم هو دوز لهم الصالير في الوقت. لدرجه ان بارفوا كنت كنمشي نتسلف ميم زعما توفيق مع سلطانه، كنت كنمشي نتسلف باش ما نقولش توفيق راه كاين مشكل وكذا وتنحاول زعما نكوفغي هاد لابارتي دي ديال لي شارج. دونك مشيت عنده ويقول لي قال لي هاد الجمله هادي، قال لي شوف حنا دايرين معاكم 35% الا زدتيني 15% وحده اخرى غنخلصك دابا، الا ما زدتينيش انت شوف راه عندنا مشكل في لاكيس. قلت له هاد الهضره راه فيها بياج، كيفاش عندكم مشكل في لاكيس والا الا عطيت 15% تخلصني دابا؟ قال لي لا باش نكوفريو هادي من هادي هادي من هادي. انا رجع عند اخي ماشي انت اللي تتعاود لي، لا لا لي زاجونس اي واحد في السوق تيجي تعاود ليا نفس هاد القضيه. المشكل الشناقه اللي واقعين دابا في هاد المشكل ديال الخضره، اللي كتلقى الخضار تيبيع الخضره ب 3 5 دراهم ولا 9 دراهم، كتلقى في الفلاكه دير 30 درهم في المارشي، كاين واحد الوسط واحد الشناق تيدير. وباش ما نظلموش لي زاجونس كاملين، باش ما نكونش معاهم عاوتاني، كانوا دي زاجونس اللي تبارك الله عليهم تعامل ولا الناس تيخلصوا في الوقت وتيحسوا بك، وكاين دي زاجونس اللي بحال الحوت ما تيحسش بك والو، تيقول جاب الله هذا وانت جنجر جرا وكذا اللعيب. لا ويخدم هاد الخدمه عاد نخلصوا عاد نخدموا في ديك اللعيبات. دونك هاد ليستوار ديال لي زاجونس افادت الكاس، وجيت طريحت من الاستاذ توفيق، قلت له استاذ توفيق الله يرحم لك الوالدين، انت مولف هاد الناس هادو مع توفيق راك عارف اخبار اليوم والجريده راك عارف مولفين هاد لي زيستوار. قلت له انا ما عنديش الخاطر ان تطرى لي شي سكته ولا شي لعيبه ولا نمشي ندير شي اكسيون انا ما حاسبش، لان كتمشي بواحد الباك جراوند لور ناس خصهم يتخلصوا وكذا. قلت له عرفتي شنو دير؟ الله يرحم ليك الوالدين، جاري هاد لابارتي هادي، انا المهمه اللي كانت مطلوبه مني هي سلطانه نمبر وان كذا، وقعوا بيناتنا النقاشات لا ما تمشيش نتقاتلوا. قلت له الله يحفظك توفيق، انا ندير معاك واحد الحل عرفتي واحد اخر. قلت له انا غنرجع نشد غير لابارتي تكنيك، غتسينيو معايا كونطرا اكسكلوزيف ديال اخبار اليوم ديال اليوم 24 ديال سلطانه، انا نتكلف غير بالتكنيك، شي حاجه اخرى ما ندخلش فيها. وعطيتو لي باغ ديالي وكلشي، وقلت له الله يسخر لك السيد توفيق. وانا ديك الساعه جات لاجونس نيكست ميديا، ديك الساعه كريت ديك الساعه كريت نيكست ميديا، يعني ديك اليوم 24 سلطانه هذوك هما لي كليون ديالي. اكزاكتو هذيك هي هذيك علاش كابيتاليزيت. مشيت توفيق قلت له نسينيو انا كونطرا نكونو نشدو لكم لا بارتي ديفلوبمون تيك، حنا نكونوا اكسكلوزيف وانت تهنا من الديك، راه ما تقدرش تجيري وما تعرفش تجيري، خلي لي انا نجيري. دونك هذيك ليكيب اللي كانت كديفلوبي سلطانه اليوم 24 درنا في ستارت اب سميتها نيكست ميديا. دونك لو مو نيكست ميديا جا من هادشي، بغينا ناكومبانيو لي ميديا لواحد نيكست ليفل. دونك جو سيت ليستوار هادي في نيكست ميديا نقدر نقول لك ان دوزيام سكسس ستوري ديال الباركور ديالي هي نيكست ميديا. كانوا هادوك تروازيام، راه كاينه اليوم 24 كاين سلطانه عاد نيكست ميديا. وي انا سلطانه سانكابيتاليزي بزاف باسكو انا اللي كرييت بحال شي دري صغير اليوم فات كاتجي لقيتها وكملت بها. دونك نيكست ميديا هي لا ميم شوز، كرينا ستارت اب بقات فينا داك لي ستور ديال بيست بيرو كذا، خدينا بيروات زويونين عاوتاني تيم زويون، حيدنا داك التيم جبناهم من البيروات الاخرين حطيناهم عندنا، وديمارات ليكسبيريونس ديال علاقتي مع الميديا. ديك الساعه لي زوين في ليستوار كنت كنمشي عند اي سيت ميديا تنقول له حنا اللي صايبنا اليوم غدك حنا اللي صايبنا سلطانه، تيقول لنا ارانسين صافي تيسيني معنا كنقول له راه كتمشي كتقول ليه حنا هما اللي درنا
مشرع نووي نتاعو. هذه اللي كتقول انت دائما اللي كتسمع شي واحد تقول له راه درنا ودرنا ودرنا راه يقدر يقسن عليك. اما ليستوار ديال راه غنديرو 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 ولات كثيره شويه ولا شنو السالك. لا وسيرتو المغربي طاب بعدا نديرو نديرو نديرو. ولات مستهلك. تقول لي احنا اللي درنا. بدات ليستوار ديال نيكست ميديا خدمنا مع دو بيست اللي كاينين في المارشي. خدمنا مع 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 تقريبا لي سيت كاملين اللي كاينين في 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 لابارتي ميديا. خدمنا مع شوف تي في, خدمنا مع ميد راديو, خدمنا مع ميديا, خدمنا مع عاودنا لو سيت هيستوريك ديال المغرب منارا بوين بايلكت. هو لو سيت هيستوريك صافا خاي. عاودنا لو سيت لو سيت هيستوريك ديال جوبس المغرب. لو سيت كنا اون نيغوسياسيون مع الجروب او سي بي باش نعاودو لهم بورتاي ديالهم. عاودنا خدمنا مع الجروب ميديا, خدمنا مع الجروب تيلكيل باش ما ننساش بزاف والله الا خصني ننسى شي واحد مهم. في الصراحه في لابارتي ميديا خدمنا مزيان, ضربتو المغرب كامل. قال لكم داك البوان كوف حتى هو ما زدتوش. كنا غاديين فواحد الطريق نخدمو في دي بارتي بوان كوف. هو يجي واحد الشخص سميتو سيمولاي. دابا الفقالي انا لا ما يمكنش يكون هذه السبب. تلقى خيتو قضيه ديال ديال ريكورد العرض الطلب كدا. لا ديال اخي واش انت بغيتي تشد منارة بغيتي تشد؟ لا لا بيان سور بيان سور. كان الصراحه الطلب اكثر من داكشي اللي نقدروا نسيبورت. لحقناش هاد البيرود هادي فاش تلاقيت معاك؟ خدمه كثيره بزاف صراحه. ونفس البروفيل نفس القضيه اللي كانوا كنهضروا. وانت راه ليومنا هذا احنا دابا ليومنا هذا البروفيل دابا تنعاودوا عاوتاني نفس الهستوار. الا كنتي ديفلوبور كتعرف ديفلوبي عندك دي سكيلز مزيانين مرحبا بك معنا في وكان وفي دوطخ ستارت اب ان شاء الله في لافنيغ. دونك هذا ميساج للدراري اللي كيتفرجوا فينا ولا شي واحد الا كيعرف شي ديفلوبور وتيامن به بانه ديفلوبور مريقل وكذا مرحبا به معنا في ذا بيست ايكو سيستيم اللي كاين في المغرب. شي واحد اخي قديتو حتى هو البريد. البريد كنا قادين لهم واحد البارتي ديال المتحف ديالهم. وكنا راك عارف شوف ملي كتدخل مع شي جروب اين فوا تدير شي حاجه مزيانه راه هما مساكن تيقلبوا على شي ناس اللي تيخدموا مزيان. راه مناره قلت لك دخلنا قادين لا بارتي دويلا اوتوماتيكمون عطاونا مناره جو. هما تيقلبوا غير على على الناس اللي خدموا مزيان. مناره سي التاريخ كنا كان الله حتى الانترنت الله البنت كينستاليو لك مع داك الموديل. يلا كتحل يلا كتطلق الانترنت يحل لك مناره صايي. يعني المغرب كامل ديك الساعه راه كان داخل المناره وداك هو السيت الاول. دونك جات ديك الساعه الغونكونتر ديالي معاك واحد الصباح عمري قلتو انا اول مره شفتك سيمو. هذه زعما ما عمري قلت اول مره شفتك قلت قسما بالله الى هذاك السيد غندير معاه شي حاجه. انا باقي عاقل على هذه اللعبه قلتها في عقلي. قلت قسما بالله الى هذاك السيد خصني ندير معاه شي حاجه. وانا اخي انا ملي شفتك المره الاولى في سلطانه فهمتي قلت هذا السطع هذا معالم غادي نرجع للمغرب وخصني نتلاقى به ونديروا شي حاجه لان فهمتي خدمته داوي عليه. هو المره الاولى ملي تلاقينا جا عندي قال لي اخي سيمو الا احتاج شي حاجه ديك كدا 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 الكارت فيزيت عندك. وانا راه ديجا قلت هذا هو داك خونا الشديد اللي كنطلع ليه سلطان فهمتي. يعني قلت ديجا شي حاجه زوينه تكون خدمتك داوي عليك. ما شاء الله جيتي ديك الساعه مجي شي الكارت فيزيت اول مره نعرف لا راه انت جاي ديك اللعبه ديال هذا هو داك الصاط. هذا صراحه كان شونس عندنا انك كنتي ديجا تعرفنا وشفتي الخدمه ديالنا وكذا. باسكو واخا راه ماشي الخدمه ديالكم راه زعزعات المغرب كامل كلشي وصلات وصلات. سلطان راه كنت تعرفها الصغير الكبير انا مريح في تايلاند فهمتي تيطلعوا لي الفيديوهات شاهد ماذا قال الفنان فلان. وانا عرفتي راه ما عنديش مع داكشي ديال ماشي تنقول هادشي هادي لهيني على الخدمه راه دونك ما خاصنيش نكليكي كنمشي كنتي لي اونت انتريست تعاود عاوتاني كدا تيعاود يطلع لي عاوتاني شاهد ما ترى ما بغيناش نعرفوا ماذا قال ودرت لك تتزرف وكتكليك. هادشي جبت لك هاد ليستوار هادي باش نقول لك راه كاينه زعما انت عارفها وبزاف الدراري باش يعرفوها كاين واحد القانون الجذب كاين واحد لا لوا داتراكسيون راه كاين. انا امنت بانني غنتلاقاك وغندير معاك شي بيزنس بيتيت ما كانش الفكره هي البيزنس ولكن امنت اني غنتلاقاك وغنديروا شي حاجه اونصومبل. والحمد لله زعما في الطريق ربي يسر بزاف ديال اللعيبات باش تلاقينا بعدا في هذيك الملاقيه وتبريزونتيت زعما كيما عاودتي سيمو ما جيتش قلت لك سيمو عاونني سيمو كبر عليا سيمو كان قلت لك خاي سيمو ها انت شوف الا احتاجيتينا حنا في لابارتي داب افيك غون بليزير نتعاملوا معاك. هذه حتى هي نقطه زوينه شحال من واحد تيقول لك كيفاش نتعرف على الناس الواعرين تقول لي يا ماستر شي سكيل كون انت فيه واعر
وسرق صدوم السلام عليكم ايوب واش كيقصدنا الله العادي راه بغيت نقول انا ايوب ايوب واش كيقصدنا خويا سيمو انا خصك شي فيريفيكاسيون ولا شي حاجه ولا اضر انا هو كبير السوق يلا خصك شي اي حاجه الدور لا راه انا اللي شد داك القنت كامل لا واخا غير ايوب صافي ايوب فهمتي والله العادي زعما كنت مع كل شيء انتريسون بنادم الا بغى يمشي ما يخدم مع شي واحد ولا ماشي واحد تبع الدوله كيف قادير يوسف في الطول ديما تيقول لي كيفاش اخي هذاك الصاد صاحبك الدري هذا قال لي معلم انا اللي قدت الديزاين لهاد اللعيبه هادي في دوزيام وقدت الديزاين لهاد البرنامج هذا وقدت الديزاين لهاد الصاط هذا وقدت الديزاين للبرنامج ديال هاد كذا كذا اللي كيدوز في الاذاعه الفلانيه الا كانت شي حاجه نخدم معاك وحاجه نخدم معاك حتى انا الخدمه وخلصني اللي بغيتي المهم هو انا باغي نخدم معاك وباغي نخدم معاك وحق ربي الا دابا تيسالي لي الخدمه تنقول لك قول لي اخا يوسف شحال تقول لي اللي بغيتي تقول لي لا يقول لي شحال ديما تنضرب ليه في 3-4 تقول لي لا بزاف تقول لي تستاهل علاش لان ديزاينر قدال قدال فهمتي ديزاينر ناضي هادشي غنرجعوا لهاد السكيل هذا باكو حتى هو جا عندي شوف جا عندي تلاقينا في مارينا في اكادير السلام خويا سيمو صافا بخير كذا 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 عطيني دقيقه نوريك خدمتي راق 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 شتي هاد اللعيبه اللي كتبان في الاذاعه الفلانيه انا اللي مقاده شتي هاد سميت هذوك اللي تيكون مقدم في الاذاعه راه انا اللي قدت ليه هادي راه من لي ريفيرونس ديالي هادي وهادي 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 الا احتاجتي اي حاجه هاك الكارت فيزيت ديالي الله يحفظك طلع ليا فراس وشوف الخلاص تتقتنع بالخدمه وجربني بخدمه وحده شي نهار الا طحت لك شي حاجه في الديزاين سير خدم مع لي مولف كتخدم معاهم وصيفط لي حتى انايا نقاد لك الا عجبتك خدمتهم هما الله يسر لك الدره صاحبي وكان كان 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 رمضان سميت فاش خدام ميد راديو ميد راديو وراك هو اللي كان هو اللي كان نجح في الجائزه خد هذاك احسن لوغو هو اللي ديزاين الميد راديو الصاط واعر واعر عيطوا له ماستري شي سكيل وسرق صدلا باش تجي تقول لي اخويا السلام عليكم عاوني ما يمكنش اصاحبي ولا اخويا انا واعر في هذه العباد انا واعر الا احتاجيتيني انا كاين صافي تولي صاحبك بيان سور خدمتي مع راجل ولي صاحبك وي الصراحه هذه اللعيبه مزيانه انك تبريزونطا بخدمتك اكثر ما تبريزونطا بشي حاجه واحده اخرى دونك جات بدات ليستوار ديال يو كان علاش شي غيسان قبل اخي يو كان نقصينك الاستوديو كور نيكس ستوديو مع من خدمته في البلان ديالي كاين نيكس ستوديو كاين نيكس ستوديو مبارك سيدي وي نيكس ستوديو كانت بحال كمال النيكس ميديا باسكو ملي دخلنا للميديا خص التصوير خص يقول لك خصنا التصوير خصنا هادي اللايفات كان ديك الساعه واحد طوندونس ديال لي لايف وكذا دوي دوي راه خونا عامر ولكن خصني اللي يعاون اللي يعاوني فيه صراحة مع من خدمته في نيكس ستوديو لمن صورتو الفيديو صح خدمنا مع دباس عاوتاني اللي كاينين في المارشي لا رام لا رام لو سي بي ماكدو زعما دباس باش ما يمكنش غنبقى نساو ما يبقى يتقلق شي واحد المهم علاش عاوتاني هاد القضية ديال نيكس ستوديو باسكو كانوا لي سكيلز كنا كنديفلوبيو شي حاجة بواحد لوكو معقول باغابوغ داكشي اللي كانوا كيبريزونتيو لهم لي بواط الكبار حيت دابا بغيت تصايب انت اشهار السيم كنت عندك بواط تقول لك 2 مليون درهم 3 مليون درهم حنا كنا كنصايبو بواحد البيدجي معقول وغيزلتها مزيان باش حتى هما يديروا داك يقنعوا ان داك التكلفه تيبلوكيو الشارع وتيجيو داك الكاميو الكبير انت راه محتاجاش تصورت الاشارات في البيله كامله هذا راه مسرحيه دونك صراحه نيكس ستوديو حتى هي كانت اكسبيريونس مزيانه خدمنا مع دو بيس كما قلت لك اللي كاينين في المارشي وما يمكنلكش السماع عاوتاني تبقى مركز في بزاف ديال الشركات هنا انا ملي جات الاكسبيريونس ديال يوكان في 2016 قلنا نركزوا في يوكان صافي نبداو نخدموا واخا كيفاش اقتنعتي انا راه كيفاش اقتنعتي تسمح في نيكس ستوديو وتجي تنضم لواحد الخونه جاي عندك بواحد الدين جديد تقول لك انه الايكوميرس لا لا صراحه سيمو شوف الفكره في الاول كانت عندك واعر راه الفكره راه تنهضروا نرجعوا شوف العقل في الاول ديفلوبي ما غيهمكش لا ما غيهمكش شنو غيطرى من بعد راه رجعوا لاي سيستم في العالم واعر راه بدا بفكره بسيطه وانا فاش جيت عندي قلت لي الصاد غنديروا بلاتفورم اي كوميرس وهادو لي كومبيتيتيف اش نديروا اش نديروا حنا غنديروا نو سيلز نو تشارج صافي انا سمعت نو سيلز نو تشارج صافي كيخيسي وانا جاي من داك ليسبري ديال لاجونس تيتعطلوا عليا في الخلاص الروينه كذا حماق هذا وانا كنت معارض في الاولى قلت لي سيمو كنت قلت لك نو سيلز نو تشارج واعره ولكن واش انت صايق زعما الناس غيخلصوا كذا قلت لي شوف انا عارف الناس علاش غيخلصوا علاش يخلصوا راه البرودوي اللي غنعطيهم اجي غير اجي قلت لي على عقل قول لي ديروا غير خدمتكم بعدا بنيو البرودوي قلت لك صافي غير سيمو اجي ريحوا ريحنا
شبوس من 2016 كانت 2016 ل17 قد جينا الفيرسون ديالي اكزاكتوم واه ولكن اخيرا نرجعوا ثاني اللي كنت راه انت اخي السبب انه يو كان خرج بصراحه لحقاش المره الاولى ملي جا قال لي الشركه ديال الديفلوبمون داك داك انا كنت كنعاني مع شوبيفاي بلا ما ندوى على بزاف الحوايج. الحاجه الاولى هي داك الفورم كتعمرو طلب لك الايميل الزيب كود وانا تنباع صاحبي في الامارات شنو واش عرف الاماراتي الزيب كود واش عرف الطيروندي في الزيب كود والطيروندي ما عرفش الايميل اصلا الايميل ما عندهمش الثقافه ما هذا اللي خدامين في شي اداره كلشي عارف لاين كتكتب ليه الايميل ماشي بشي كونفيرت مشينا دوينا معاهم او حتى شوبيفاي الله يجيكم حيدوا لنا الايميل حيدوا لنا الزيب كود حيدوا لنا كذا 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 لا من وراء عاوتاني وصلنا أشيرة سربي قصة طويلة من وراء قال لك شوف ماشي مشكل كاين شوبيفاي بلاس تخلصنا 2000 دولار في الشهر ولكن تسني معنا 24 شهر تفاهمنا معاهم خلصناهم سنينا كونطرا ديال 24 شهر غادي نبقاو معاهم قلنا لهم موديفيو لنا لا حتى سمحوا لنا الفورم ما كيتموديفياش حنا راه ما مهتمينش بدول اسيا وهاد افريقيا حنا راه مهتمين باوروبا وامريكا عرفتي وتنعاني اصاحبي كندير واحد الكود جافا سكريبت هو اللي كيمسح داك الايميل وكيعمرو بواحد اللعيبه وتا تيبان وتيبان الفورم عاوتاني صغار. المهم ود التحيه لواحد الدري سميتو ياسر النزق غتعرفو هذا ياسر النزق هو اللي ديفلوبا ليا واحد النهار دري تا هو تبارك الله ديفلوبر طيار تصور من الطيرون دارو خا ياسر الله يحفظك الا ما دخل بغيتك تفكني في واحد اللعيبه انت طياره في الجافا سكريبت دير ليا واحد الكود يعمر لي هاد البلايص هادو ويسدهم ما يبانوش يعني كيبان واحد الثانيه كيبان البنادم راه الفورم عمرو تسد وخلي ليه هاد البلايص هادو يعمرهم وقال لي ها انت شوف والكود فين ما بغيتي تغبر شي حاجه كيفاش دير كيفاش دير وعانيت وعاد كدير نيكست كيقول لك اختار وسيله الدفع تدير نيكست اختار وسيله الشيبينغ نيكست انت تضيع تما بزاف كتلقى بعضهم مشاو الابوندون بعضهم هادير مشكل واحد تلاقيش مع غيساني ملي قال لي حنا غادي نتكلفوا لك لك شي حاجه وما نديفلوبيو لك حنا شركه ديال الديفلوبمون قلت له جي اخي غيسان اجي نديفلوبيو اول بلاتفورم ليا انا شوف داكشي بسيط بغينا برودكت بيج شنو فيها شنو نطلب يكون فيها هادشي هو اللي تزيد السيلز من وراء ملي يدوز التشيك اوت بيج تكون شنو مطلوب من وراء ثانك يو بيج هادي بيكسل فين غادي تحطو داكشي بسيط عرفتي معلم كانت عندنا الكونفرشن ريت 4% دزنا 24% يعني راه 20% ديال الفلوس كنتي كترميها اوكي عقل ضربنا تراني واش تفلاو عليا لا انا كنتسنى 4% 6% 8% 10% فهمتي بنت 24% وانا نقول هاد السطرين كما كيمشيو كيعمروا الفورم معايا حتى هما ياك مانا تيعمروا الفورم حتى هما تيدخلوا لاقيتش الوحيد اللي عارفين هما نتوما كما تيدخلوا حتى هما تيعمروا الفورم صافي و تنشوف الكول سنتر تيتصل تيكونفيرمي نفس الكونفيرماسيون ونفس داكشي نسال نقول هدا معلم شحال ديال الفلوس كنا كنضيعوا كنا داك العام اللي نساليو بواحد جوج 3 ديال المليون ديال الدولار ديال المبيعات سالينا 12 مليون دولار قلهم هدا معلم حنا على اللعبه صافي هي هذيك غيساني جا قال لي اخي سيمو شنو بان لك اديو كان هادي نعطيو على كلشي يخدم بها ما كان سميتها يو كان سالت من بعد قلتي لي ملي قلت لك خي سيمو هاد الغسون وانا نقول لك واش ملي توافقنا صافي راه بعد حوار نقول لهم الحوار قلت لي دا اخي راه يدخلوا يتنافسوا معايا بهاد اللعيبه هادي ديالي انا مقاد غادي يدخلوا هما وانا ديك الساعه خدام في دول اسيا وبالضبط تايلاند ماليزيا واحد الوان باي وان كامبوج ولاوس دول صغار ودول الخليج كنت غادي يدخلوا يتنافسوا معايا غنقول السط راه السوق كبير صاحبي وانت من اول الناس اللي ضد الفكر ديالي يتنافسوا معايا وكذا وعارف السوق كبير وعارف انت في السعوديه مثلا تدير هذه مثال تدير واحد 1000-2000 اوردر في النهار دوله واحده كاين واحد السيت شينوي تيدير 40000 اوردر فهمتي نقول لك كاع سميتو شي انت دير 48000 اوردر في النهار انت مضاربي مع داك خونا المغربي اللي يجي يزاحمك ما فكرتيش لداك الشينوي وما فكرتيش الجولي شي كيضرب 70000 اوردر في النهار فهمتي وانا نقول علاش اخويا انا راه مشيت نضرب مع الشينوي علاش انا دخلت بلاكس دخل انا نقول له صافي شوف اخي غيساني نبداو نتوكلوا على الله ديك الساعه فين جات اللعيبه وبدينا اخيو كان ولكن قال لي انا تصحابنا غادي نجيو هاد اللونسيو قال لي لا باش راه نعاود من الاول هادشي كنا قديناه لك انت دابا هضره اخرى غادي نبداو صافي بدات القصه قال لي شنو نسميوها
هي هذيك الساعه باش جات يوكان لحقت شرخ يوكان. كيفاش جات السميه ديال يوكان؟ هذا هو السؤال. شكون طاحت عليه؟ لا سيمو صراحه انا اخي يوكان على حقيقه فهمتي تايلاند كاين واحد التويسك ديال واحد شركه الاتصالات استحوذات عليه دابا طلقوا يوك في اللايف كوبي رايت معلم هاد التويسك هذا عرفتي تكون تيبان لك خونا غادي في الكراسه معاق متحمس بنادم كلشي متحمس ومش ثاني جيت تترجم لهذيك اللعيبه كتعطيك يوكان بزاف ديال الحوايج يعني فهمتي كتلقى ان فريمون راه اللي غادي حتى معنا حنايا اش كنقولوا لبنادم وراه تقدر تقدر دير شي حاجه وعلما انا ديك شركه الاتصالات ماشي اللي قادت الدويسك خونا كان لا علاقه بحال قلت هاد الروبات المغرب اللي تالفين ماشي دوك ماشي دوك الباس الفرقه الاولى الثانيه الثالثه كاين دوك الهوات اللي ما فهمتي ما عرفتش حتى شنو غادي يدير ناض غنى عرفتي معلم الديسك كي دار فوف وبنادم ما تيملوش لان الناس خاصهم شي حاجه ايجابيه تيتلقوا ولا كيتطلق في البديات السينمات وي تقول شركه الاتصالات تما البيست هدا معلم تكى على هاد الدويسك هذا عاودوا لي فيرسيون اخرى فهمتي لان ديك الساعه كان مغني فهمتي الحاله مجرتله عاودوا لي فيرسيون فهمتي مقاده ولا كيتطلق في البديات السينمات تيشريو ديك الساعه اشهار لان صاوا لا اشهار واش كتلقاه في الطانوياج ولي واحد النهار هكا طرا هو انا كنسكاني هذيك اللعيبه راك عارف لابليكاسيون تسكاني شي لعيبه باش تفهم اش كتعني واش يوكان صح نقول الصاط راه حتى حنا راه اصلا الطيرون كامله تاش كتقول لك البلاد كامله كتقول لك يوكان كذا 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 يوكان اخي ممكن دير صافي اخي اول مره كن زعما كتعاود القصه ديال كيفاش جات يوكان لان اخي كان كاع اللي داير بينا صراحه ديك الساعه تيقول لك يوكان اخي صافي وعاوتاني جات يوكان شوب يعني فهمتي يوكان تفتح واحد الشوب ويوكان شوب فاتا ممكن تشري فهمتي جوج قلت الصاد راه هادي لحقاش ما لقيناش يوكان دوت كوم وما لقيناش يوكان دوت نت ما لقيناش ولكن لقينا يوكان دوت شوب ويوكان دوت شوب اصلا حنا شنو كدير في الاخر كتحل شوب يعني راه يوكان وفتح شوب ويوكان شوب ممكن تشري لي دو يعني ممكن تحل محل وممكن تشري صافو هاكا اخي جات دويت معاك تلا لقينا السميه بحال واحد اللعيبه قلتها ليه اليوم اجات الدراري واحد ستارت اب جايه بالفيتشر يلا اليوم اخي ستوب الا جيت انفيستي فيها نتايا السميه لقيناها طايلون بيا معلم وكونفيرتينا عرفتي طلع واحد السميه ويلي 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 قالت لي يوكان ما عرفتي والو ما عرفتي والو كمل لنا اخي غيسان انا اللي وليت كنقول لك لا بالعكس بالعكس زعما مزيان الدراري حيت كانوا دي كيسيون اللي ديما تيجيوني تيقول لي زعما كيفاش جا لو نون ديال يوكان باسكو زعما سي تامو زعما هي كلمه زعما فيها بزاف ديال الحوايج ابار الاي كوميرس انا جو بونس كان السؤال اللي ديما كيتسولك انت واش ممكن ندير الفلوس في الانترنت واش ممكن راه الجواب كنتي كتجاوب هي يوكان بطريقه واحده اخرى كتقول لي يوكان ممكن يا ما كتبت يوكان في لي كومونتير بيان سو حنا تنشوفو الكومبيتيتيف ديالنا تيكتبوا يوكان تيجي تعجبني نمشي تلقى الكومبيتيتيف ديالنا كامل يوكان دويت يوكان كذا يوكان كذا تقول احنا معاهم ولكن كاينين معاهم تمايا دونك هاد ليستوار ديال يوكان من بعد وصلنا ليستوار ديال ان هذاك البلاتفورم الاولى اللي صايبنا لك خصها جيتي عندي قلتي يلا لونسي قلت لك شريف اش لونسي هاد الشيء راه دابا غندوزو البلاتفورم هنا التحق بينا زهير بهيج الصديق ديالي اللي تقريبا 14 عام كاع البدايه ديالي ملي كنا كنهضروا على ادسنس راه هو معايا تعرفت عليه اترافير انترنيت وديك الساعه كنت تيقرا كان فرنسا ومستقر فرنسا وتيقرا فيها ومن زعما من فاس ومن بعد تعاشرنا وجا عندي المغرب وتعرفنا وعاود مشى لفرنسا يكمل القرايه ديالو كنت اخي باش تقنعو يجي للمغرب شي حاجه صعيب بيان سيغ ولكن اللي زوين في ليستوار سيكو الفلسفه كيفاش فسرناها كانت تقنع زعما اي واحد ينضم لينا اخ والله الا عرفتي راه مدير تجي تقول لي شوف الصح راه واحد اللعيبه سميتها يوكان بغينا نديرو فهمتي شي تيقولوا هذا الشيء بان لي اخي كبير ندخل اكزاكتو دونك ديك الساعه زهير كان سالا ايبيتا سالا لانجينيور ديالو وبدا الخدمه في اون انتربريز تما الاولى والثانيه وكان الذكر كان في ايتسي بليون دولار كومباني وتدير نفس الخدمه اللي تنديرو حنا غير في طريقه الماركت بليس دوز كاع دوك المشاكل ديال سكيلي المشاكل ديال سيرفر طاطا الروينه كذا كامل دوز انا تنقول لك اخي سيمو راه قلت لك ديك المره قلت لك راه بحال الله سبحانه وتعالى كان كفي في اي مرحله كنا كنبغيو صيفطنا انا ضربت طالون ديك المره هذا في المغرب كيضرب في التيك والتيم بويلدينغ وقد يعني بحال الماناجمنت
وزوير صيفط والله قال لي اجي نتسى فرنسا ديما السؤال تنقولك تنقولك علاش زوير كان خصو يمشي لايتس علاش ما يمشيش لشي شركه ديال لاسيغونس ولا راك عارف لانجينيوري ديال ليكول ديالو ما تيمشيوش للاي كوميرس انا هو تقريبا في البرومو ديالو والله اعلم راه الوحيد اللي مشى لايتس دونك دوز واحد الاكسبيريونس علاش بالضبط الاي كوميرس فوالا هادشي اللي قلت لك دونك جاي زوير ديك الساعه التحق بينا في 2017 وبدات ليكسبيريونس ديال كرياسيون ديال يوكان وتلونسات في هاد لادات اللي ورانا هي زعما 14 واحد 2020 لا ولكن نقول لهم شحال خدات ديفلوبمون من 2017 ل 2020 ثلاث سنين تقريبا ديال ديفلوبمون اكسيليري لونسينا نهار 14 من بعد 5 سوايع 60 انا سكريبت والله الا باقي عارف انا كنت كنقول زعما الهيوج اللي غيجي صايبنا لي بلاتفورم صايبنا لي سيرفر العيبات وكذا وقلنا عن هذاك الشيء اللي غيجي غنضربوه فوا فوا 6 ولا فوا 10 ولا هذا ورا صافي حنا ترونكيل لونسينا خلاص الواقع حاجه الواقع مخيله ماشي مخيله كتخدم كدير اللي عليك ولكن الواقع ديما اخي اكزاكتو وصدينا من بعد 5 سوايع حبسنا الانسكريبسيون ان كان واحد الضغط رهيب وهنا هنا هنا داك القضيه اللي ديما تيقول سيمو القضيه 10 سنين انا ان سيمو خدم على 10 سنين باش يكون عنده هاد لامباكت على الناس وباش يكون شي انسبيري الناس وكذا اين فوا طلع قال لهم راه صايبنا لكم من بلاتفورم اللي كتحل لكم مشكل بعدا بعدا نتفاهموا راه ماشي دواوه المشكله انا كنعاني منه انا قارني جينا جينا قلنا لهم وماشي ما تخلص حتى ريال دخل تيستي خدمات لك تبارك الله ما خدمات لك راه ما خلصت والو تكل على الله عاد هذا هو داك السحور اللي كان عندي وكان واللي مازال عندها سيكو حنا الميساج ديالنا دائما تيكون واضح وصريح كنتي في اي بلاتفورم واحده اخرى خليك في ديك البلاتفورم واحده اخرى دخل جرب يوكان باغي دونتري باغي دونتري زيرو كتاكتيفي بدولار جست باش نعرفوك بانك ماشي روبو وكذا باش نعرفو بان عندك لا كارت لا شي طرا لنا في الاول بيان سو الفلو علاش حبسنا مع تقنا اجي تحلوا لي ستور هاك ولا روبو كيدخل تحلوا لي ستور قلت ليه شتري في حبس اللعبه هي خاصو يدخل لينا كارت اون فوا غادي يدخل لا كارت غادي نفيريفيو انه شخص ما كاينش روبو كيجي كيدخل بلا كارت دونك بغينا يا دولار باش نفيريفيو ولا بغيتي توري فاندوك فيه ماشي مشكل غير قول لي راك نتاعي نعطيوك داك الدولار ديالك ماشي مشكل دونك حبسنا تقريبا كما قلت لك بعد 5 سوايع حبسنا خدينا 3 ايام باش صايبنا لو سيستم اللي قلتي لنا ديال الفيريفيكاسيون وكذا عاودنا طلقنا وقعوا لنا ضربنا الشونس اللي كان عندنا اننا حنا لونسينا بتخوم قبل كوفيد انت في يناير كنتي كتقول لينا لا اول حاله في الطايلون الطايلون ديال الدوله اللي بان فيها الكوفيد من ورا الشينوا اول حاله كانت 13 جونفي حنا لونسينا 14 جونفي عرفتي داكشي داكشي اللي كنت تخدم ربي تيقول ولكن تعطاتنا واحد دوموا ولا دوموا باش توصل للمغرب فوالا هذيك الدوموا تروموا حنا شديناها شفنا كاع المشاكل اللي غيوقعوا لينا يعني هذا جا ريكلاما من هذه كوريجينا هذا جا ريكلاما من هذه صايبناها هذه طاحت فيكسينا هذه درنا لها الباك اب قدينا كلشي ملي جا لامباك ديال كوفيد والناس بداو تيشوفوا فريمون حيت كانوا كيشوفوا غير الشينوا تيطيحوا وكذا ولكن ما كانش كيشوف بعينيه لامباك ديال كوفيد لا ما تيقول لك ما نسدوش فوالا كي تيقول لا حكا دوك شناوا دائما تيزيدوا فيه كذا لعيبه صافي جا كوفيد جا الدوله دخلات قالت لك الشريف لا وسيرتو اخيرا عرفتي كاين هذيك النهار ما جبتش هذا الموضوع هذا مع توفيق قلت له حبس ما تانفيستي حتى ريال قلت له انا شوف كل شيء قدامي تصور في الاخر تاع جونفي المحلات كيتسدوا فيفريه راه ما تحلش اللي ترى انت راك عالي فهمتي ما تحلش وبدات السوق صاحبي اللي كنت كنمشي ليه تلقى شي جوج صحاب كراسه غير شرعيين فهمتي داك اللي تيحط وانه الا كاع تم جاي شي واحد يقول لها اشري باش كدير تي جرات يقول لك انت يدي ما صافي ما بقيتش كنلقى بنادم في الشارع واحد الوقيته ويبان الحضر التجول مع 8 الليل حتى 4 حتى 6 الصباح هادشي في شهر جوج وتنقول ديك الساعه لتوفيق واش انفيستيش اخي توفيق راه جايه شي موجه خايب وتوفيق تبارك الله كان كي انفيستي الله خذا البيرو جديد وتنقول ولكن حتى واحد اخي ما كان مامن فهمتي بحال قلت انا في الهي عايش شهرين سابق العالم تنقولوا الدراري راه شنو غادي يطرى رانا شنو عايش هنايا شنو دابا راه ما بقيتش كنلقى بنادم الدراري راه سدوا علينا راه وليت مريحه في الطرق تم البحر لدرجه بنادم ما بقيتش كنشوفو واحد الوقيته كتبت لهم الدراري راه دويت مع شركه الطيران وبغيت نرجع للمغرب قالوا لي ما بقات حتى طياره ما بقات حتى شي حاجه ما بقى صافي وانا نعرف راسي ديكونيكتيت على العالم وانا نقول الصاط هاني نبقى غير هنايا ماشي مشكل جنب البحر هادشي
كان شحال واحد يقول لك واش تا قلنا لك دخل في حالك حنا باخر بعد تسناو الجهه تسنى اخي ان شاء الله وما قدر فعل شهر 3 ياك اخي وصلتكم الموجه اكزاكتو شهر 3 وصلتنا الموجه حنا الحمد لله كنا ريدي واجدين والناس ديك الساعه كيما كيعرف الجميع هبطوا الريدوات بدل المعنى هذا يعني اي بزنس كان معتمد على شي حاجه فيزيك يعني خصو يجي عندك البشر هبطوا الريدوات حنا ديك الساعه الحمد لله كنا درنا واحد لا بومب بروموسيون اليو كان الناس عرفوه جربوه تعقوه في ذاك عندك الاكسبيريونس ديال التجربه والثقه وطرا واحد الكرو خطير كل شيء زعما تكب عليه وكان وحل دي ستور عندنا لاول مره كي كتبان الخضره كتباع في الانستغرام ديك الاكسبيريونس صراحه يدوزنا كانوا ديك الاكسبيريونس فريمون زعما تيشرفوك زعما تتحس بواحد لا فيغتي انك صايبتي ومع تيم صايبت واحد سوليسيون اللي صوفات الناس لي بيزنس ديالهم زعما فريمون تتقول الحمد لله زعما في الاخر راه زعما لامباكت هو الاساس من هادشي كامل دونك حلوا الناس اللي بوتيك عندنا في مجالات مختلفه انا راه باقي كنهضر على السيمو جيت قلت لك الساط راه واحد الناس حالين سطور تيبيع فلفله وحده وبطاطا وحده وتيكومبوزي وتيجمع وتيمشي عنده تيقول لي 20 درهم جاتك فهادي 30 درهم جاتك فهادي وكيزيد عليه السطور ما فيش ما يدير الكيلو جوج كيلو هذا بدا العمله الجديده كتدخل كتختار بين 6 ديال البصلات جوج مطيشات 8 ديال الفلفلات صافو كدوز تيقول لك عندك شحال عندك 48 درهم تندوزها لك وخلاص بين وكذا ديك الساعه صراحه زعما لي كونساي ديال سيمو هما اللي كانوا نافعين فداك الساعه على الاقل شكون انت قلتي لهم هاد لي استوار قلتي لهم ديروا الادس غير في الكارتي ديالكم بدولار قلت لهم اخي دير تبيع الخضره اللي كنتي كتبيع الخضره ودير الادس في الكارتي ديالك دير الادس في الكارتي ديالك راه غادي تصدم داروا اصحاب البسطيله داروا اصحاب الحلوه دار ديك الساعه تصدمنا اخي كلشي فهمتي حنا تنقولوا زعما غير ماشي ارباني اخي بحال قلتي انت جبتي ديك البلونش وريحتي جالس كتعوم شويه ناشط واحد الوقيته جات الموجه الكبيره وانت مريح في واحد البحر جالس كتموجي بدوك الصغار وناشط ولكن جات الموجه الكبيره وي دابا تقريبا دوزنا هاد الاكسبيريونس كانت صراحه كانوا كيوصلوا دي ميساج السيمو زعما فريمون كان زعما كانوا تيموتيفيونا بزاف كانوا تيفرحونا بزاف تشوف بان كان من درجة ان الناس تيصيفطونا تيدعوا معنا وتيقولوا لنا هذا وتيقولنا بسببكم عائلتنا ما تشردوش لان انت عاودتي لي دي زيستوار ديال الناس فريمون شردات عائلاتهم اللي ما كانوش في هذا الدومين ديال الاي كوميرس وكذا بحال ليستوار اللي عاودتي لي داك السيد اللي كان تيتخلص 40000 درهم 40000 درهم شاف تيطيب اخاي في مراكش شاف ديال ريستورون كيجي 40000 درهم ضربات الازمه سد الريستورون كلشي تسد الدولة ما يمكنش تعودك ب 40000 درهم كتعودك ب 2000 درهم ما يمكنش الدراري كيقراو في فيكتور هيغو كيفاش دير تخلص الكريدي ديال الفيلا والطوموبيله وزيد صافي فهمتي يعني اخي راه صعيب زعما الصراحه دوزنا دي سيكسبيريونس بزاف ديال لي دومين وتما في هذه العامين هذه صراحه عشنا بزاف ديال الحوايج زوينين شفنا دي براند لونساو غراس يوكان و بيان سور غراس خدمتهم لان يوكان غير وسيله باش زعما كانوا يخرجوا اونلاين ويبيعوا شفنا ناس والو فهمتي جا عطينا الدوره ديال الاي كوميرس قلنا ليها انت هاد الدوره دابا الدراري اللي بغا simulife.com/ecom هاد الدوره قرايه غير هادي من الاول حتى الاخر دابا ديك النهار ملي كنا جالسين مع داك الفون شنو قال لي قالك انت كيفاش تحمقني كيفاش شخص عادي غادي يدير الاي كوميرس انت بغيتي تفروحنا قلت له شخص عادي قال لي شخص عادي اش فهمو في سي تي ار ولا اش فهمو في سي ار ولا اش فهمو في بي بي سي ولا اش فهمو قلت له هادشي هو الفيديو الاول كنشدو خونا زليجة مزيان خزدو معاه بحال هكا كنشدو خونا زليجة كنشرحوا ليه المصطلحات كاملين كتقول ليه جيب ورقه وسيلو كنشرحوا ليه هادشي كامل عاد كندوزو نقريو من الفيديو الاولاني تولي فاهم هادشي كامل قالك وزعما ملي كيفهم هادشي وكيدوز تيخرج تقول ليه وتولي خارج وتيمشي كيدير الاي كوميرس وكيبيع ويشري وهاني شيفخاو معاه وي وصراحه اللي زمان فيه كان هو اللي شيف زعما بنت تيجاو بلي شيفر زعما حنا طحنا فواحد الدومين زوين فيه لي شيفر انا ما نجيش نبقى نغني عليك ولا نعاود لك الحج ديالك لا الدراري كانوا كيضرب لي شيفر بارطاجينا معكم دي ساكسيس ستوري ديال الدراري وصلوا للمليون دولار في 3 شهور في 4 شهور الدراري واصلين معنا دابا اكثر من 10 مليون دولار فهمتي يعني فريمون ملي بدينا لدابا يعني كاينين دراري واللي زوين ان يو كان
لامباك ديالها تعدى المغرب ووصل لدول اخرين ودول اخرين صدقوا في الاخر ركبوا الموجه وفاتوا بيان سور بور لا بروميير فوا نبارطاجي معكم كيكو شي فخ ديال يوكان لا زعما حتى نبارطاجيو شي غير كاين غادي يدي شي فخ جداد هادو زعما دي شي فخ لي فريمون جداد يوكان كاينه في اكثر من 65 دوله كنا بارطاجين اخر مره 30 بعد ولات 50 دابا اكثر من 65 دوله كاين دول اللي يلاه بادين فيهم يلاه تتعرف فيهم يوكان صراحه ما كيديروش فيهم لي فور بزاف ولكن حنا مركزين دابا مع لافريك والجي سي سي هما اللي مركزين عليهم بزاف دونك يوكان البلاتفورم الاولى في ليجيبت الجزائر وعاد المغرب وقريبا المغرب اتهبط شويه هادي هادي دخلوا دول اخرين اللي غادي تيسكيليو بواحد الطريقه زعما الصراحه حنا خايف الاول درنا الدوره العربيه كنا كنتسناو المغاربه هكذا تبارك الله خير المغرب طوب يعني راه المينيموم واحد 14000 اوردر في النهار كيدوز في البلاتفورم عن طريق انا العقل شي سيمو سيمن اللي قبل من هادي بارطاجيت معاك واحد السته ديال ستور محلولين من الشينوا تنقولوا زعما حماق هذا الناس علينا من ستور من الشينوا من الشينوا بنادم جاي يتحقق من الشين دونك هادشي غير زعما باش نبارطاجيو مع الشباب دابا اكثر من 2 مليون دولار يوميا كدوز اتخافير يوكان بيان سور 2 مليون دولار ماشي ديال يوكان ديال الناس اللي تقوا في يوكان وخدموا بها وعاوناتهم يقرويو ويوصلوا لهاد لي شيفر هادو كنجاريو اكثر من 100000 دومين كتجرى اتخافير لا بلاتفورم يوكان الشيفر دافير ديال لا بلاتفورم يوكان ديال 2021 كان اكثر من 400 مليون دولار بيان سور الشباب تبارك الله زعما المغربي وخارج المغرب هما اللي داروا هاد لي شيفر هادو ملي فاسك لي شيفر بارطاجيت معاك حتى شي كثير من الناس نسى العام الفيت درنا اكثر من 400 مليون دولار وي دازت عن طريق البلاتفورم هاد العام اخي غادي 400000 400 مليون تقسمها تعطي واحد واحد 100 مليون جو بونس تعطي بحال هكا تعطي واحد الكورس بالمينيموم تقريبا المغاربه دخلوا من برا 60 مليون دولار لا 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 المغرب وبرا كثار اخي كثار شوف كاينه الشركه الاخرى اللي حتى هي بارتنر معنا وكان سيودي نيتورك بوحده هادو الفلوس ما عقلت شحال بالضبط شي 71 شي كدا 70 مليون دولار هاد اللي تصيفطات للدراري مغاربه تحولات لهم هادو الكونكورون ديال الجديد المغربي اللي عليهم هادو جاليه مقيمه بالمغرب الجاليه المغربيه المقيمه بالمغرب هادو تيتخلط بالدولار ولكن عايشين هنا كاينين معانا هنا تبارك الله خير الويب هادو هسه ودار بنادم اللي خدام في سي بي اي اللي خدام فريلانسر اللي خدام فيوكان اللي خدام شوبيفاي اللي خدام دروب شيبين اللي خدام فهمتي راه تيبان لي انا الويب هو الطريقه الوحيده اخي باش ممكن تصنع مليون فرصه شغل وي وادي مزيان جبتي هاد الجمله سيمو دابا التارجت ديال يوكان ما بقاش هو زعما اوفريو الناس زعما دي ستور اون لين وكان الحمد لله المهمه اللي نقدروا نقولوا توفقنا فيها لان دابا كما قال سيمو اي واحد ما عنده حتى شي علاقه بالدومين ديال الاي كوميرس يقدر يدخل simolive.com ولا يدخل marak.com ويعمر فورميلار ويجيو هاد لي زانفورماسيون اوتوماتيك ويبدا يكتشف واحد العالم سميتو الاي كوميرس دونك العالم تيبدا بطريقه سهله جدا هما فيديوهات حنا معروفين كمغاربه عزيز علينا نكونسوميو شي حاجه كنشوفوها هاد القضيه استغل السيمو صايب فيديوهات دوره مجانيه 100% فيها خاص اخي سنين دو عاوتاني بواقعيه خاص الواحد يكون عنده الرغبه انه يجلس يقرا لا بيان سور داك لوطو فورماسيون نرجعوا لهاد القضيه ديال الرغبه راه كاينه في الاخر نهضروا على شكون هما الناس اللي كينجحوا في هاد الدومين دونك راه ما كاينش لان انت كتنضلو تنتلاقاو مع الناس تقول خويا انا بغيت نبدا هاد لي كوميرس هذا وما عرفتش ربي ما وفقنيش قول لي بلي شري هذا شفتي ديك الدوره اللي قدتينا فين simolive.com/ecom شفتها قول لي شنو كاين في الفيديو الاول كنتي كدوي وراه هي راه باينه كنت كدوي اشنو غنكون كندير غنكون كنقص كاين كنت كندوي قول لي فاش كنت كندوي تقول لي قول لي شنو هي السيتي ار داخلنا عليك بالله تقول لي شنو هي تشيك اوت بيج تقول لي صراحه ما صاحبي ما تفرجتيش اصاحبي راه ما تجيش تفلع عليا راه كتفلع على راسك هذا مشكل كبير راه كتفلع على راسك في الاخر ماشي كتفلع عليا انت ما عرفتيش هادشي دونك انت ما تفرجتيش حتى الفيديو الاولاني وكيفاش انت ما تفرجتيش الفيديو الاولاني وباغي تدخل لي كوميرس هذه سيمون تتحيل لي داك القصه واحد القصه ديال الدري صغير وركب على واحد العود بدا
فداكشي الدري صغار بدا شي يهضر مع العود. الدري صغير طلع فوق العود قال لي شوف، قال لي انا راه كنشوف ليه، راه حنا كنشوف فين وصلنا. هو يقول لي، قال لي داك العود، قال لي واش كتشوف بعدا هاد الخطوه الاولى اللي قدامنا؟ قال لي قال لي هو صافي غير نديرو غير الخطوه الاولى. بعد دابا هذا هو المشكل كاين عند الدراري، هو باغي الاخر ما تيشوفش الطريق. اصاحبي راه الطريق كتبدا اون بارتي دو فورماسيون. وعلاش جبت هاد القضيه ديال الفورماسيون؟ باسكو في البروغرام دابا ديال اليوكاد، حيت حنا كما قلنا دزنا من مرحله الستور، خدمنا واحد السيستم فيه بيان سور هذا مزيان خدام عليه، فيه واحد خمسه الحوايج اللي اترافير لي المهم السيستم. ها هو باش تعرفوا الدراري، حنا عم دوكيمونطينو هنا تمكين الشباب المغربي في عالم التجاره الالكترونيه، ودايرين الطريق نحو مليون فرصه شغل في افق واحد خمس سنوات ان شاء الله غادي نخدموا عليها. المهم خلاصه ديال القول باش ما نديطيش معكم هذا الشيء، ها هو البرنامج كاين هنايا. دابا الا شفتوا الشباب هذه الاستوار هذه كيبان بحال المهم هي باش تشوفوا هذه الاستوار انا نقول لكم كامل. زعما الفلسفه مبنيه على خمسه الحوايج. الحاجه الاولى هي يوكان اكاديمي، هي واحد الاكاديمي اونلاين اللي غيدخلوا فيها الشباب باش يقراو، باش نحلوا هذه المشكله هذه ديال واش شفتي هذه الفيديوهات ولا ما شفتيهمش. دونك حيت حنا دائما السيمول لاحظتي ملي كنطلقوا الناس في الشارع وداك كتسول واش شفتي كيعطيك داك الروايات. دونك حنا باش نحلوا هذه الاشكالات درنا يوكان اكاديمي اللي غتبدا فيها الخدمه قريبا ان شاء الله. فيها لي فيديو وفيها لي تيست. ما جيتش تشوف الفيديو الثاني حتى تسالي الفيديو الاول. اكزاكتومون. وتسالي الفيديو الاول تدوز امتحان وتنجح. يعني ما بقاوش نقول ديك اللعبه ديال تعلمتي الاي كوميرس ما تعرف. دابا سير جاوب على الامتحان، الا ساليتي الفيديو الاول الثاني الثالث الرابع حتى السابع وقلنا لك مبروك، راه فريمون انت وليتي مؤهل انك الاي كوميرس. ما شفتيش لي فيديو راه ما تقدرش تجاوب. وي باش نحلوا هذه المشكله ديال الفيديو شتو ما شتوش. دونك غتدخل تشوف لي فيديو دوز دي تيست. بيان سور هذا الشيء موجه للناس اللي ما عندهمش علاقه بالاي كوميرس. الناس اللي عندهم علاقه بالاي كوميرس راه الحمد لله راهم خدامين وتيشيفريو، والله يكمل لهم الا احتاجوا شي حاجه من عندنا حنا هنا باش نحاولوا نوفروا لهم اي حاجه ما عندهمش. من بعد هذا البروغرام ديال يوكان اكاديمي كيجي واحد البروغرام سميتو بروغرام مواكب. هذا البروغرام مواكب باش شنو هو؟ هو هذاك السيد اللي تخرج من هذا يوكان اكاديمي، باش ما نقولوش تخرج عاوتاني راه ما قديم ما فيها لا فلوس لا والو، لا ما فيهاش الدبلوم. ما فيهاش الدبلوم. نقدر نعطيوك واحد الورقه الا بغيتي باش تهنا وراسك يرتاح وتقول صافي انا راه تاهلت. دونك تيجي واحد البرنامج مواكبه. هذا البرنامج في الرجوله نديرو سيرتيفيكا بزاف مآمن كيما كيعطيو جوجل دابا كيما كيعطيو فيسبوك وعلى دونك. هاد البرنامج مواكبه شنو تيدير؟ الا دزتي من هاد البارتي ديال يوكان اكاديمي كيدوزك هاد البرنامج مواكبه. شنو تيوفري لك؟ تيوفري لك ستور في يوكان، واحد البالونس ديال المينيموم واحد $50، وواحد الكونت اد اكونت. بيان سور هادشي مازال تنقوسو مع السي ايوب، يعطينا ان ماكسيموم ديال اد اكونت اترافيغ لاجونس ادز اللي هي لاجونس اللي مكلفه بالاشهارات. اللي بغى ياخذ شي كونت ولا اللي بغى يكري ياخذ شي كونت اد اد كونت انا متعرفش صح اد اكونت كوسو سوا فيسبوك تيك توك ولا يوتيوب ولا جوجل باش سناب شات ولا باش يلونسي الاشهارات. كاين ads.ma هي اللي كتكلب هذا السيرفيس هذا، وغتكون بارتنر معنا في هذا البروغرام هذا. يعني لي بروديج الناس اللي دازوا من هذا يوكان اكاديمي بغيت تعطاو لهم دي ستور في يوكان بالونس، وهو ديجا غيكون عارف كيفاش يكري ستور دو ا زد. غيكري يمشي يهرد ستور غيطلع لنا هذا بيست ستور اللي كاينين في المارشي، وغيتعطاو له واحد $50 باش يلونسي الادز. داك الدعم الاول غادي نعطيوه له حنايا. ومن بعد غندوزو لذاك المشكل الثالث اللي هو البرودوي. اي تكري واحد البروغرام سميتو انا خيره تنقول لايوب المينيموم $200 طلعات نبداو معاه ب 50 باش نعطيو الماكسيموم. لا بيان سور هادشي خصنا نشرحوه للشباب. هذا اللي غياخذ 50 الى بروفا راه ممكن نعطيوه كريديت لاين. يعني صافي الى بروفيتي نمشيو معاك حتى $1,000,000 غير بروفي، لان في الاخر حنا ما خاسرين والو. هذوك الفلوس باش نكونوا معاكم صراحه، هذوك الفلوس راه غتخدم ان ناخذهم في الاخر، لان غنعطيوك الباركور كامل، غنعطيوك البرودوي، غنعطيوك الشيبين، غنعطيوك بزاف ديال الامور وحده. دونك راه في الاخر راه غادي تدخلهم وراه تخلص اللي كان بيان سور غتخلص. دابا شوف الشباب ما عندهمش مشكل انهم يخلصوا، اكثر ما عندهم مشكل يثيقوا بان الفلوس غتدخل. لا هذا هو اكبر مشكل دابا كتواجه مع الدراري، هو تيقول لك خويا راس المال راس المال كيفاش غنبدا كيفاش نبدا كيفاش ندير راس المال راه هو وي. دونك فهاد البروغرام هذا من بعد ما غنعطيو ستور وغنعطيو الاداكونت غادي نجيو غنحلوا لي داك المشكل برودوي. حنا باقي نتناقشوا لا لا مواكبه راه خاص تتابع معاه، خاص تتابع بيان سور غيكونوا غيكونوا هذاك فين كاين الخلل الا طرا شي خلل شي لعيبه وي غيكونوا مع ناس اللي تيواكبوا، يكون واحد البارتيسيبور يقدر يسول فيها وكذا. و
وغادي نمشيو ندوزو للبلان ديال البرودوي. نحاولوا نبداو في المغرب. الفكره هي في اطار الانجاز نحاولوا نكريو 12 وير هاوس في المغرب في 12 جهه. نحاولوا نحطوا فيهم البرودوي لوكال باش نديروا لا بروموسيون ديال البرودوي لوكال في المغرب. ناخذ مثلا جهه فاس فيها البرودوي الجل، فيها الصبابط، فيها الجواكت، فيها مع شكل الخشب، فيها الشكيطة كانت في فاس صاحبي راه ما هذيك الشكيطة راه دوز بها للعالمية. دايوغ ليستواغ اللي كانت عندنا قبل ديال اليونس راه بدا في فاس، راه جابوا البرودوي لوكال وكذا. وغنحاولوا نشوفوا ناس اللي في مدينة فاس اللي غيجيبوا حتى هما دي برودوي من ليكستيريور ديال المغرب، بيان سور بدي غاكل وكذا، وغيكونوا دي وير هاوس يحترموا زعما لي نورم كاملين. وهذا هذا مشروع كبير ان شاء الله حنا بديناه وكان افونسيو فيه. دونك ايولي لاكسي البرودوي هذا المشكل هذا الكبير اللي غنحلوه. وبيان سور فهاد البارتي هادي ما كاينش غير لاكسي البرودوي اللي في المستودعات، غنحاولوا نكرييو بروغرام في اننا نقدروا نكرييو 1000 براند بغينا في كل دومين. بيان سور هاد 1000 براند كتبان كبيره، مي حنا غنمشيو ايطاب باغ ايطاب. حنا غير نامنوا بعدا بان نكريو 1000 براند. ديجا بدات لي بداو لي براند. بيان سور بيان سور كاينين، ولكن انا خاي ما كنسميش البراند براند حتى تسالي البراند في هاد البلاد وتدوز البلاد اخرى. فوالا تمشي شي بلاد اخرى القهوه البرودوي تنزل في المطار ديالو تبان لك البراند تقول لهم شتو السيطان هادي راه مغربي. وي هكا تكون فخور اصلا. بيان سور بيان سور تكون فخور، لان حنا زعما اكثر حاجه كتفرحنا هي العقل شي سيمو في دبي وكذاك، فيما كتبان لي شي لعيبه مغربيه تنقول لك والله الصاد اش كنعززو على حنا كنتميو لهاد البلاد صافي. كتفرحك شي لعيبه في بلاد وحده اخرى، مشى واحد حل شي لعيبه في بلاد وحده اخرى وتيخلي داك الطابع المغربي فيها. وهذا احسن امباسادور هو هاد الناس بحال هاد. دونك عطيناهم لاكسي البرودوي. دابا كيدوز كيبان داك المشكل اللي شوف شو اخي البرودوي والله حتى واعر برودوي واعر. عرفتي علاش؟ انا جوج ديال لي زوطيل معروفين في تايلاند، كاين اوتيل مراكش قلت لهم باغي نتلاقى مع مولاتي صحابنا، واش مولاتي نلقى شي صات مراكشي بحالي ونمشي ويجي تايلاندي. قلت له ار يو ذا اونر؟ قال لي راه يس. شنو باغي؟ قلت له راه باغي نتلاقى بك، راه انا شوف الباسبور ديالي راه اي بورن ان مراكش، راه تولدت في مراكش، راه ها انت شوف. قال لي راه نفس سميه لوطيل. قلت له كيفاش انسبيريتي؟ بقى تيعاود لي ستوري. خونا جا للمغرب عجبو المغرب فهمتي، كوبا كاع داكشي اللي كتخايل زوين في المغرب كوبا تما. وبالعكس اوتيل على البحر، لاصق على البحر، دونك راك عايش الاجواء ديال مراكش وعلى البحر. جر مراكش دار البحر، طلع خونا معلم كاع وماشي اي بحر، طلع البحر ديال هواين، راه واحد المدينه ناضيه فهمت. عاوتاني كاينه واحد سميتها فيلا ماروك في تايلاند، خصك تقلب اي شي واحد فيلا ماروك خونا حتى هو تلاقيت به. او قالوا لي لا راه ما كاينش، راه يقدر يجي. وبقيت قلت اجي نبقى اكستنديت شي بنات خونا هذا. حتى هو كنت كنتسنى وسولتهم قلت لهم واش الاونر مغربي؟ قالوا لي لا الاونر ماشي مغربي. قال لي راه تيجي عندنا السفير ديالكم مره وتيجي القنصل مره. قلت له ولكن الاونر مغربي. علاش كلشي مقاد الزليج مغربي؟ راك عارف داك الزليج البلدي القبص كلشي مغربي. قلت اجي نتلاقى معاه، يقول لي اش راه من عند شي مغربي. تلاقيت معاه الغد ليه ويقول لي انت من المغرب. قال لي شوف معلم بلادكم واعر، انا جيت مره واحده ما طولتش مره واحده وهي شي سوايع. قال لي ودرت عندكم سميتو ماشي انا. قال لي ما عرفش كاع المغرب فين جا. مشيت عند بنتي للانجليز، ومن الانجليز بحال هكا القصه، مشى جابتو لهنايا للمغرب، ضربوا شي رحله بانت ليه الهندسه هكذا، مشى دوا مع دي زارشيتيكت. قال لهم تكاو لي على داك الارشيتيكتور من تما وبنيو لي داكشي اللي شفت تما بغيتو نشوفو هنا. واش صاحبي كيدير هاد فيلا ماروك هربان؟ سيمو الارشيتيكتور ديالنا راه تلاقيت من ورا مع دي زارشيتيكتور تايلانديين بحكم غير سميتو تصادفت معاهم في الحياه ولاو صحابي. وتندوي معاه قال لي شوف ما كاينش شي تايلاندي ارشيتيكت. قال لي المغرب ما معروفش في اسيا، تقول لهم المغرب ما يعرفوكش كاع فين جيتي. ولكن الا تلاقيتي مع ارشيتيكت وقلت ليه فروم موروكو غادي يقول لك اه. قال لي لان عندنا موديول كيتقرا هي على الهندسه ديالكم. وانا تنقول ايه معلم شي الهندسه ديالنا فين وصلاش؟ شو صاحبي راه شوف الهندسه ديالنا واعره، اكثر حاجه واعره اللي عقلتي في المونديال فاش كانوا كيديروا اللونسمون ديال المونديال بينوا باب مغربي وقع مشكل بعدا في هذا القضيه المونديال. تقول واش صرف هذاك الباب راه مغربي اش كيدير تمايا؟ ومشاو بدلوا واعتذروا. بالعكس اخي انا كون غير خلاوهم وقول لهم تبارك الله عليكم هنا بروفيت ان البرودوي ديال واعر. غير باش تعرف بان البرودوي ديالك واعر، مشى الدوله واحده اخرى شداته ودارت به لونسمون ديال المونديال. وبالعكس اخي شي حاجه زوين. لا وهادشي تنقول لك واش كاين شي واحد كاين شي واحد اللي يجي يتكى لك على شي حاجه خايبه؟ فوالا البرودوي واعر. شي حاجه خايبه ملي كيف الصحه يتعشى.
دي بيس زعما اللي كاين زعما ابار برودويات البوزيسمون سي مورا بوزيسمون كتحمق راه المغرب جات تقريبا في السونتر قريب اوروبا لونطري د لافريك ما بيننا وما بين الميدل ايست كامل شحال ثلاثه تسوي على اربعه تسوي ديال الطريق حنا الجهه الاخرى د الامريكا حنا قرابين ليها الشين وحنا طالعين ليها ما يمكنش راه بوزيسيون الشوكه هذا الصد قال لي احسن حاجه دارها المغرب هي اللي ملي كانت تقاسي ما خدا الشوكه هذا هو بوزيسيون مزيان تاريخ المغرب كيتعتبر مركز تجاري اه بيان سور القوافي اللي كتجي من افريقيا اللي من الصين اللي كتجي الشرق الغرب فيما راه هو كان ديما مركز تجاري هذا هذه القضيه الدراري ديال المغرب المغرب محور تجاري وكذا هذه الخطه الاخرى اللي غنهضروا عليها على يوكان زعما شنو باغي يدير في الاخر نبارطاجيو مع الشباب المهم وصلنا للقضيه ديال اوفرو البرودوي كان صدر صداع بزاف على الليفريزون صراحه حاجه اللي ما كناش باغي ندخلوا ليها ولكن اضطرينا ندخلوا ليها دائما ملي كتبغي تدخل شي دومين كتقلب حنا ما تفهموش بزاف الليفريزون كان باغ شون ماشي عاوتاني نقول شي شي شونس لان رايت هضر معاه فواحد ما فهمناش كيفاش جا داك تيهضر لا كتجذب فوالا جا هضر معانا السيد مدوز واحد ليكسبيريونس كبيره في الشيبين دوز تقريبا 10 سنين قلنا ماشي راه عاود لي 10 سنين في باريس المغرب بخدم مع دي ستارت اب في الشيبين يلاه بغا يلونسيو في شلو دو ستارت اب يعني عارف لي ستارت اب واش كيفسلو دابا كاينين في بول كبير تبارك الله ديال كاش بلس لانه ما تنظنوا هو البول اللي يقدر ينافس امانه سيمو بداك اللعيبه اللي قلنا امانه زعما القوه ديالها هي لي زاجونس تتمشي لاجونس كتحط السلعه وكذا واخا كاين داك المشكل ديال كاين تصف بزاف ناس ما اللي كتعامل معاهم بزاف كيكونوا بدلو شويه هاد ليكسبيريونس هادي ولكن زعما تيبان كاش بلس هي دي بيست اللي ممكن تلونسي شي سوسيتي ديال الشكل مزيان وحنا الحمد لله جينا لقيناهم لونسا يعني عندهم هذا تفاهم ريحنا معاهم غتكون اون براند كو براندي ما بين يو كان وكاش بلس وغتكون ان شاء الله في لي زاجونس ديال كاش بلس كاملين كان شيبي اكزاكت كان شيبي سمعتكم السميه كان شيبي حتى هي جايه من الفيلوزوفي ديال شنو تدير انا كان شيبي لا فيها ديك يو كان يو كان وفيها بزاف ديال اللعيبات تخدم خدمه وراه ضيعوا راه مكتوب والله غادي تسالوا الجواب تيقول شنو هي كان شيبي عطيتيهم الجواب كان شيبي هي سوسيتي ديال شيبين ان شاء الله قريبا غادي تلونس حنا في المراحل النهائيه ونبداو ايطاب باغ ايطاب بحال يوكان شويه بشويه وتن شاء الله تكون بيست اكسبيريونس اللي كاينه ديال الشيبين في المغرب ونبداو في المغرب وان شاء الله ندوزو للدول واحده اخرى دونك حنا ان شاء الله المشكل ديال الشيبين نحاولوا نحلوه منين جا خير منين جا هاد المشكله هذا ديال منين جات الفكره ديال تحلوا مشكل الشيبين الناس اصاحبي راه الناس يجيو يتشكوا علينا حنا وتنقولوا لهم راه حنا ما عندنا حتى شي علاقه بالشيبين باش يفهموا الناس بلي راه حنا ماشي شي ادميغه لا لا بيان يقولوا واحد هذا عاوتاني راه حتى انا تيقول لك فكره ناضيه لا اصاحبي حنا كامل عندنا الدماغ اللي يجيب الفكره حنا حتى بقا كتبقى كتبقى كتسمع للناس تيجي عندك واحد تيتشكى اليوم غدا بعده عشرة كيتشكاو بعد غدا مع دابا يوكان ولينا بحال داك المحطه ديال التران والكيران فهمتي جيتي تيجي تتقاطع عندك تمايا وتيجيو تيتشكاو طريا المشكل ديال الشكوى سيمو هي اللي خلقات يوكان باي هي اللي جاي لها دابا مرحله اخرى هي يوكان باي الدراري اما حنا ما عمرنا خيفكرنا نخلص دومين باي مو صاحبي راه دومين مرود اكثر من يوكان في حد ذاته تشالنج هنا ولونسينا في وقت قياسي خدريش بوقت عطلتو راه عرفتي البيمو معلم راه كاينين الناس ربع سنين خمس سنين مازالين ما لونساوش يعني دخلنا لواحد الدومين اللي شويه نسميها لك شركه كبيره بايونير منين حتى تيقولوا لي الله يحفظك بغينا نشريو شي شركه البيمنت واجده ولا دبرتي لنا عليها تاخذ البار ديالك هذه شركه عرفتي بايونير وباغيين يدخلوا البيمنت بروسيسينغ منين الحمد لله احنا تقول لك ما بغيناش نقول لهم ديفلوبي وبدا وكذا لا اذا كتعرف شي شركه ديجا باديه بغينا نشريو ما كاينش اليوم انا هذا باقي ما لونصا الصراحه في ليكسبيريونس ديال يوكان سبحان الله دائما تيكون تنحاولوا نلقاو الرايت بارتنر حنا كان عندنا في لابارتي البيمو رايت بارتنر باي شركه بايزون اللي كنشكروها زعما من هذا المنبر هذا وفروا لينا زعما لاكسي لواحد واحد ليكو سيستيم ديالهم تعرفنا عليهم تنديفلوبي اونصومبل حيت راه ماشي ساهل تلونسي البايمون ومازال ان شاء الله خدامين على دي تروك زوين اللي غادي يعجبوكم تزاد ليكسبيريونس ديال كاش بلس دونك ولا فيو كان باي ا مويان وسيله الدفع باش تقدر تخلص بكارت فيزا ماروكان وكارت فيزا انترناسيونال وكاش بلس في المغرب بيان سور وقريبا غنشوفوا تقدر تخلص
بلي مويان دو بايمون الخليج كاملين ديال مصر وديال اكثر واحد ديال اكثر من 10 دول تقريبا في داك البارتنر هو اللي غنتعاملوا معاه في هذه البارتي هذه. وتنشوفوا دي بارتنر دابا مثلا في دي باي بحال لافريك السينيغال كوت ديفوار كذا باش نتخلصوا بارونجموني ودي جيستور بحال هذا الشكل. وحنا اوني اون طران دو تيست دو تيستي في الكروند كونتيتي. دابا كنا بدينا التيست مع 10 50 100 دابا حلينا لاكسي للكروند بيبليك ولكن حتى بلاكسي للمغاربه لا بيان سور اي المغاربه. واحد السؤال كان جاني ملي تنجاوب عليه قال لك سيمو غيساني كيفاش نقدروا نستافدوا حنا كمغاربه خارج المغرب من يوكان ويوكان بي. يوكان راه ديجا سهل جدا. يوكان تكري ستور تبيع لي برودوي. كان عندك المشكل كيفاش تخلص من عند الناس هذو اللي خارج المغرب اللي يوكان بي. غتكري كونت او الكونت اللي غيمشيو لك لي فلوس خصو يكون في المغرب تو سامبلوم. انت مادام مغربي راه عندك ناس في المغرب غنصيفطو لهم فلوس. يعني ما خصوش يكون هذا نوع من العراقيل وكذا باش نكون جاوبت على داك السؤال. ومن بعد في هذا البروغرام هذا كتجي يوكان اوورد اللي لا اصبر هذا قبل في يوكان بي. شنو يوكان بي؟ يوكان هو بيمنت بروسيسور. يعني اي مغربي صافي دابا ممكن يبروسيسي يبدا اكسبتي لي كارت وي لي كارت ماروكان وانترناسيونال ماستر كارت وفيزا. وفي المغرب ممكن يتخلص بكاش فلوس. دابا خاين حتى النصيحه اللي نقول للدراري هي ممكن دير في السيت ديالك اللي كتبيع فيه الكاش اون ديليفري سي ميو دير فيه تزيد فيه حتى لا كارت ولي دير ليه الا خلصتني بلا كارت نقص لك 30%. ودايو غادي اوبسيون اللي كاينه في يوكان ديجا صافي بداو الدراري اوبسيون اللي كاينه في يوكان الا كانوا الناس هنا خدامين معنا في يوكان وتبغاو اكتيفيو لي كارت وخدموا بالبيمون في لابارتي في لابارتي ديسكونت كتقدر تصايب ديسكونت بيزيد على لي مويان دو بايمون. يعني مثلا تقول الا خلصتيني بالكاش اون ديليفري غتخلص 100% الا خلصتيني بلا كارت غتخلص 90%. يعني غندير لك واحد ديسكونت ديال 10% وهذا السيستم اوتوماتيك حتى ما غدير فيه والو كلشي ديجا واجد ومدروس. وبيان سور اي واحد بغى يعرف شي معلومه على يو كان باي كلشي مشروح يو كان باي.com تبدل تحت تلقى لي ريزو سوسيو تلقى يوتيوب داكشي مشروح بلي ديتاي ديال لي ديتاي. بيان سور هاد لا بارتي تكلفوا بها التيم ديال الفيديو صايبوا لنا دي فيديو واحد 10 ديال الفيديو دابا كيشرحوا شاك ايطاب. وكاينين دي فيديو ان شاء الله جايين كاين واحد اكسبيريونس غنلونسيوها من دو ا زد فيها الكرياسيون ستور والناس بداو تيجيو تيخلصوا بلا كارت وكاش بلس وكل الاخر في الاخر شنو ممكن يسحب فلوسه. بيان سور لافونتاج سي يوكان سي ممكن تسحب فلوسك انستونطاني. يعني عندك الفلوس كيتجمعوا لك في يوكان. كاين بيان سور سيستم دو هولد ودكشي بحال كاع نعطيك مثال عنده 10000 درهم عنده الحق يسحبها انستونطاني من كاش بلس يمشي ياخذ اس بي اس وعنده الحق يدير على الكونت بونكير ديالو. يعني طوب يعني حول الكونت بونكير ديالو ولا يمشي ياخذ كاش من كاش في اللحظه اللي بغاه هو الصول ديالو كيتجمع له في البالانس ديالو في اي لحظه بغى ياخذ اثنين بغى يخليها تتجمع كان جو. المهم هو تيتحكم في ديك لاصون ديالو. قول لي اخي انستونطاني الشكل اللي اسمع اسمو كناخذ في بلاصه. يعني كاين سيستم دو لا 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 كان لا 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 علاش؟ لان حنا مسيكوريزيين. تصور انت جاتك تشارج جاتك تشارج باك وحده يعني خاصنا نردو $50 انت راه باقي مخلي لنا 30 حنا غادي نكملو 20 من عندنا. ما جات لا تشارج باك لا والو راه داكشي اللي بغينا غادي نعطيوك رزقك. وراه هادشي راه كتديرو سترايب كتديرو باي بال كتديرو كلشي ما تديروش السيمو حيت هما باغيين يديروه حيت الناس ما تيتيليزيوش لي مويان دو بايمون كوميل حيت كاينين لي باد اكسبيريونس واقعين في هاد لي زيستوار. وي وي اخي هادشي خاص يري فهموا علاش. لان دابا راه فيزا وماستر كارد غادي يكثر عليك الريفاند وتشارج باك راه بروسي كلشي بيان سور. لان حتى هما عندهم واحد سيغتان كريتير. دابا اخي هادشي ما كناش حنا فاهمين ولكن دابا نصحوا الشباب تيقول لك خويا سترايب كتسد لينا خويا باي بال كتسد لينا راه بسيف ما تسد ليك راه انت ما زدتوش لي كتسد لهم بيزنس كامل. واي غتخرج اليوم على الشركه ديالهم غادي تسد الا ما زدتوش ليه. كاينين الناس اللي نقيين هما الاغلبيه ولكن كاينه الفئه الصغيره كتاثر عليها كيخليو عندهم الفلوس باش حتى جات شي تشارج باك ولا شي حاجه يلقاو باش يخلصوا. لان كاين اللي كيجي راك عارف كاين بزاف ديال السكامز تيجي تقول له اخويا راه هاد السكيت بورد هذه كطير ويب 2500 درهم تيبدا تيقطع للناس في الاخر شنو غادي ديروا فهمتي. وعاد زيد عاوتاني الريفيو ديال كتبقى الريفيو لي برودوي راه
هاي شوف هادشي طلون منك البيمنت ما على مخاطر من الاحسن دويش على الباشي ديال الناس اللي غيبغيو يدخلوا غير باش يديروا شي لوينه ولا كذا شنو كيتسناو لا علاش حنا باقيين في المغرب علاش حنا باقيين في المغرب باش نضبطوا ليه البوليس ديريكت للدار علاش باقي ما نوصيناش دابا تصور علاش ما نوصيناش السيرفيس كامل باقيين حنا كنروجيو في المغرب خونا راه معروف شكون هو ومعروف راه بغا يلو السوفي الفلوس كتصيفط ليه مع الفلوس كتصيفط ليه البوليس لا علاش علاش باقيين حنا في المغرب لا سوليسيون كي تقول لك واش ما تسدوش ليا الكونت لا شري ما تسدوش ليك الكونت دوز تخدم كنتي نقي راه العمر داكشي اللي بغينا بلاصه الدراري ماذا بينا لان الاكثريه الناس ندوب الصراحه الاكثريه الناس يكونوا نقيين هذوك معاهم ما يتسد لك الكونت ما يطرى لك والو كان الفرود راه بيان سور كيتسد الكونت كان الفرود ودازوا شي فلوس عندك راه بيان سور كيتبعوهم تيتبعوا من المخزن لا نتمنى ان شاء الله ما تكون حتى شي كاف في هذا الاشكال لان الهدف هو اننا الشباب زعما يخدموا ويحاولوا يخدموا لي بيزنس ديالهم يوليو في الورد وايد يخدموا في العالم كامل دروب شيبينغ هذا خير عنده اوبورتونيتي بروسيس لي كارت في العالم كامل اوبورتونيتي سيمو سهله جدا عرفتي الدراري دابا راك سمعتي المعاناه كيفاش كيصايبوا شركات في الانجليز وكذا وكذا حنا تنقول لك شوف تيتسد لكم تيقول اجي فيريفي معنا الساط شنو الوراق ديال هذه الشركه عطينا الروسيت الكرا عطينا هذا الشيء الساط ما عنده حتى شي حاجه تقول لي سد موي حيت كنقولوا هكذا بروسيس سهل جدا جدا الانسكريبسيون بدات تقطع الناس من الكارت ديالك ولكن راه نهار تبغي تجي تخلص راه غنفيريفيو معاك حتى حنا اخي سيمو اللي دابا المره الاولى بيان سور صافي فيريفيو معاك هاد الفلوس هادو شنو منين تجيبهم شنو هو البيزنس لافونتاج اللي كاين عندنا سي كون حتى كتقولي المويان دو بايمون مع يوكان يعني حنا تنعرفوا هذاك البرودوي تنعرفوا واش تشيباج ولا ما تشيباج واش كذا هاد لي ستور غندخلوا ليهم ابري دونك يو كان باي هذا هو التشالنج اللي كان عندنا في 2022 والحمد لله هو خرج للوجود ولي تشالنج اخرين ان شاء الله راه نحاولوا نخدموا عليهم زعما حتى هما عندهم رود ماب ديالهم اللي تيسول علاش باش تلونسيو شي هادشي كله راه ما يمكنش الصح تلونسي هادشي كامل تلقى واحد راه دي بروسيس ديفلوبمون فيريفيكاسيون وراق مشاكل كذا تندخلوا فيهم من بعد تجي بارتي اللي عزيزه على المغاربه هي الشكر غتكون واحد ليفينمون ان شاء الله غيبدا يكون انيوال سميتو يو كان اووردز اللي غادي يبداو نقدموا ناس دي ساكسس ستوري داك العام اللي نجحوا وداروا زعما شي حوايج زوينين لونساو دي براند ماشي ضروري زعما تكون درتي دي شيفغ واعرين مي نو لونسيتي دي براند بدلتي واحد حليتي واحد المشكل كان في واحد القطاع وبيان سور دائما حنا تنقلبوا على شيفر يعني حتى الناس اللي داروا بالبيست شيفر في داك العام ان شاء الله غادي يطلعوا وفي ديفيرونت سيكتور الحمد لله يو كان دابا راه نقدر نقول لك تنخدموا في 1000 دومين في 1000 سيكتور ولا ما شنو دونك والهدف من هذا اليوكان اوورد هو هادشي اللي تنديروا دابا في زعما فرمضان تنحاولوا نجيبوا دي ساكسس ستوري الناس باش يامنوا بان راه ممكن تخدم في اي سيكتور انت راك ممكن وراه مديمارين من تحت الزيرو كاع باف واحد الصد كنا هضرنا مع قلنا دي مارسي في الزيرو قال لنا من تحت الزيرو اخي راه كاين اخر بزاف ديال الناس دونك هذا الاعلان ديال اليوكان اوورد اول مره غنهضروا عليه دونك هذا تزاد في البروغرام لان بنادم عزيز عليه يبين النجاح ديالو يشوفوا الناس وكذا حنا ان شاء الله زعما هذا هو الهدف ديالنا لو حتى الناس عزيز عليهم يشوفوا قصص النجاح ليا وريه ليا خويا قلتي قلتي كاين ناس ناجحين وريهم ليا دونك غيكون ان شاء الله في يو كان اوورد بزاف ديال النجاحات ان شاء الله غادي ما قلتي هذا البروغرام اخي غيسان الاخر هو خلق مليون فرصه شغل في المغرب في المغرب بمغاربه ولكن الهدف هو نخدموا في العالم كامل زعما في هذا البروغرام غادي نضموا ليه بزاف ديال الشركات وحدين اخرين سي او دو دونت نيتورك ان شاء الله حنا خدامين باش لو سيرفيس يولي انتغري مع يوكان ويوليو تنوفريو الناس الشيبين والكونفيرماسيون والبرودوي في جي سي سي كامل مع شركه شيبسن اللي في افريك باش نوفريو لو ميم سيرفيس نفس الاكسبيريونس تكون تاهي في السنغال كوت ديفوار وما تيحلوا دابا غانا والدراري تبارك الله زعما برافو عليهم لا الدراري ديال السعودي دونتي وورك داروا لا كوفيرتور ديال جي سي سي كامله تبارك الله وقريبا الدراري كنفرحوا اخي تشوفوا المغاربه بيان سور بيان سور هذا هو الهدف ان المغاربه الدراري ديال شيبسان تبارك الله داروا لا كوفيرتور ديال تقريبا لافريكا هما غاديين لواحد الخطه ديال 10 ديال الدول ومازال ان شاء الله اكثر تفاجئنا ماشي تفاجئنا مي كانت زعما لا بارتي ديال لازيا هي تديماري كاينين دراري جو بونس في الفلبين
في كمبوديا في تشاينا تايلاند كذا حتى هما غيجيو تنتسناو واحد لونسمون في البرازيل وكذا باش نشوفو دوزو بلايص واحده اخرى. والهدف هو ان في هذا البروغرام اللي قلنا ديال مليون منصب شغل نوفريو الناس اللي كيدخلوا اليوكان لاكسي لهاد الدول كاملين ويكونوا مريحين هي في المغرب. تكون مريح في المغرب عندك بيسي واكسي انترنيت كدوز لا فورماسيون في يوكان اكاديمي تنعطيوك لاكسي للبرودوي تنعطيوك لي مويان دو بايمون تنعطيوك الشيبين تنعطيوك لا كونفيرماسيون وكنطلعوك في يوكان اوورد تعاود هاد القصه ديال النجاح ديالك صافي خلاك تطلعك وتخلي هاد ديزيستوار هكذا كيدورو الا ما كتدورك ما كتصنع ناس اخرين. والهدف السيمو علاش درنا هادشي كامل لاننا فريمون الشباب تصدمنا بواحد واحد انا صراحه ما عمري تسولت وما عمري زعما كان عندي هاد الفيلم هذا تسولنا واحد السؤال زعما عبيط وزعما كان صراحه خص يكون عندنا الجواب ديالو وتمنينا اننا نجاوبو هو يقولوا لنا الشباب تلاقينا صراحه ماشي اوروبيين شوف الدراري حنا كنا تلاقينا ملي كنا هذه المره الاخرى في دبي تلاقينا مع شي اردنيين جاوا باش يشريو يوكان اللي كاكو 25 مليون دولار بيعوا يوكان قلت ليه شري في نساء هادشي ديال الفلوس قلت حنا ماشي انتريستين بيعوا يوكان كاع من الاخر لا كاع الا كنتو بغيتو تدخلوا انفستورز مرحبا واصلا القيمه ديالها فايته الثمن هذا ونساو هاد القصص. المهم فهمتي بالهضره تنتجو نجيبو معاهم بان ان حنا اللي حاكمين الكونفرساسيون يعني فهمتي هو دابا مثلا جايب عندك 25 مليون دولار قالوا هادو يقدر غير نقولوا لهم هاد المبلغ هذا غادي يسجدوا بحال هكا فهمتي والقصه ما كانتش بحال هكا هذيك اللعبه ديال اصلا كنا كنضحكوا عليهم فهمتي ويقول لنا هاد الجمله اللي نتوما اخي المغاربه كتبانوا قافزين ونتوما ماشي اول مغاربه نتلاقاو معاهم ولكن اخويا قولوا لنا ستارت ابس اللي عندكم في المغرب اللي نتوما تفتخروا بهم درنا فيها ما فهمنا حتى لعبه قلنا بحالاش قال لك دابا مثلا الاردن عندها هادي وهادي 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 السعوديه عندها هادي وهادي 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 مصر عندها هادي وهادي 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 الجزائر حتى هي عندها هادي وهادي نتوما المغرب اش عندكم ونقول لهم الدراري نسحبوا من هاد الكونفرساسيون الكونفرساسيون غادي تجي بينا للهاويه عرفتي ودرت بالدارجه لانه ماشي هو الدارجه بحال كنت في الاطار هضرت لهم الدراري بهم تفاد الكونفرساسيون بالزربه صايد علاش لان هي تزريف ما عندناش حتى شي حاجه فهمتي وتطريح مع فهمتي ناس تقول لي مثلا قول لنا شركه وحده اللي خرجنا على برا نفتخروا بها جلوف كتقول لي لا راه سبليونيه شي شركه اخرى كذا كذا المانيا شي شركه اخرى لا تاجي المانيا تيقول لك سوري لا للاسف ما عندناش حنا المغاربه ما عندنا والو يلاه كنبنيو وحنا دابا خدامين 10 سنين الجايه باش علاش عندنا كلشي عندنا لي غوسورس عندنا الادمغه عندنا بنادم هو كاين اهم حاجه في هاد ليستوار وكيشهدوا لنا بها كاع الدول ديال العالم تيقول لك عندكم اكثر ناس راه باش بدا الحساب في الهضره قال لي انتوا كتبانوا قاعه بزين وكطيروا واشنو عندكم فهمتي ما عندناش غير داك 10 سنين ما عندناش لا كونتينيتي بنادم باغي بقرا لا وهاد هاد لا كونتينيتي وكانوا حتى تجارب اللي دارت قبال خايبه بحال ام ان اف ما بغيناش يتعاود هذا الشيء في الفيوتشر عرفتي اخي الا تمانجاو الفلوس اللي كاين حاليا ديال لي فون اللي تيخرجوا المغرب عرفتي اخي الا تمانجاو داك الشيء عرفتي كتجي كل المغرب من هنا 10 سنين هذيك اللعبه ديال الرجاء تسخر للو دوز تعلم فهمتي اي هوب اخي انا تنتمنى والله على حقاش كتولي انت ديك الغيره انت كمغربي تنزل على حقاش عندنا شي تيبقى فيا انا تقول دابا تقول هذا علاش راه غنبقاو شادين مساروية راه قربنا للوحده. المهم باش نقولوا هاد مليون فرصه شغل الهدف ديالها هو اننا هاد القليل احتلال ما تنبغيش نقول لك كلمه جو بونس ما مزياناش ولكن حنا غناخذوها من البون سونس حنا بغينا من المغرب يكون احتلال ديال العالم غنبداو بلافريك ميدل ايست وان شاء الله لازي ولكن احتلال بطريقه واحده اخرى غنحتلوا العالم بخدمتنا غنحتلوا العالم بالبراند ديالنا وبالعكس هما راه يخدموا بيان سور بيان سور راه خدامين بيوكا راه يفون دي بون شيفر والشعب ديالهم خدام وتي تي شي ماشي سمح لنا نبقاو مغاربه باغيين واش خدامين البراند يوكا بلاد فور اه اه تاخر اخي بلاتفورم نمبر 1 في ديك البلاد مغربيه او 100% مغربي اخي شي حاجه واعره تقلب على هذوك ودير لهم ميتي المهم لا ان شاء الله شوف بانوا لنا بان الامل السيمو راك شفتي دي براند تبارك الله لونسين فيو كانوا خدامين ما عندهمش داك الفيزيون ديال الورد وايد ان شاء الله حنا نعاونوهم اتخافيغ لا كومبانيوم اللي قلنا ونتلاقاوهم ونوريوهم
كاينين تبارك الله دابا كنا كنهضروا مع عبد الرزاق موتور بويما زعما باش نبداو نتلاقاو الناس هادو اللي تلونساو ونبداو ندير لهم دي سيمينار نشرحوا لهم الورد وايد كيفاش يدوزوا كيفاش يجيبوا لانفيستيسمون. تبارك الله عبد الرزاق راه جاب لانفيستيسمون من ماليزيا صاحبي راه حماق وهو مريح في المغرب مشى جرب لالمانيا جرب جي سي سي جرب دبي جرب المغرب ما فشلش مشى جاب لانفيستيسمون من المانيا يعني من ماليزيا بلوتو يعني راه الفلوس راه كاينه والانفيستيسور راه كاين وتفرط زعما ملي عاود لي ليكسبيريونس ديال ماليزيا انا فرحت لان داك الانفيستيسور تيعاود نفس العقليه اللي تتقول لنا نتايا ما جاش قال ليه العصا في الرويده وكذا قال لي شوف نحط انا وياك دي قول هاك الفلوس دير لي هذه نزيد كادي دير لي هذه وبالعكس احسن انفيستيسور هو هذا هو اللي تشالنجيك انت ما يعطيكش فلوس ديرهم في جيبك شنو دير الفلوس ديرهم في جيبك كتكبر الفاليوشن ديال لابور ديالك الحمد لله هو عبد الرزاق ريزا وخدم وباع لا ستارت اب ديالو ها هو اكومباني ان شاء الله اترافير حتى هو دارو بيان سور دارو فون غي اكومباني هادو من نوع البشر اللي بغينا حنا هادو من نوع المغاربه اللي تنقلبوا عليهم ساليتي درتي شي براند نجحتي بعتي واجي جر معاك واحد 10 ولا 20 وحدين اخرين حتى هما عاونهم مولهم حتى غتجر 10 انا غنجر 100 السي بغى يجر 1000 ايو بغى يجر 3000 الاخر غيجر 10000 وفي الاخر غنلقاو باننا جرينا واحد 100000 واحد وهادوك 100000 واحد راه خدموا على الاقل 10 د الناس احنا وفرنا مليون منصب شغل هذا جواب لكاع دوك الناس اللي تيقولنا راكم تتحلموا هاد مليون منصب شغل حكومات وما تيقدوش عليها اسيدي حنا قادين درتو كتسمع من شخص من الحكومه ديك الصا باش تكذب عليا انايا حنا اللي تنقولوا هاد الشعار هذا تجي تقولها لي انايا لا لا راه يو كان تقول لك لا يو كان الاستاذ سيمو ديال حنا قادين عليه فكرني بتحمس الشباب حنا تنتناقشوا معكم هكا باش تفهموا راه بحال مريحين معكم في كافي وتنهضروا هذا راه ماشي زعما شي برنامج ولا شي لعيبات بحال نتوما معانا وحنا تنهضروا اونصومبل هاد الهضره تنقولوها في القهوي تنقولوها في اي حاجه لا تنقولوها حتى في القهاوي زعما راه بحال مريحين في شي قهوه وتنبارطاجيو مع الدراري وتيجي شي واحد تيقول لك داك اللي جيت حطمني والدراري راه ما خصكمش تقولوا هادشي راه يدي شي واحد يديروا يا انت انت الاول الخو اللي كد الراس كامل يسير غادي يخلوني يا ريت صاحبي يجي هذا يدير هاد ليستوار ونمشيو نرتاحوا جوج اخي والله خير لا ترتاح يا ريت راه المهم باش ما نكثرش عليكم الشباب راه قربنا للوحده غادي نختموا باننا هذا هو الكلمه الاخرى في الطابلو راه هي الاحتلال والكلمه الاخرى هي فلسفه يوكان باش تفهموا حنا بارطاجينا معكم الفلسفه ديال يوكان يوكان ماشي ان بلاتفورم باش تكري ستور يوكان هي فلسفه بانك ممكن وتقدر دير اي حاجه بغيتي خاصك جوست تبع واحد البروسيس ما نقولش لك سامبل مي غنقول لك بسيط هو يكون عندك حلم خصك تيق راه لا لو دو تراكسيون اللي كنا كنهضروا عليها راه الا ما تيقتيش انت هادشي اللي كدير راه ما يمكنلكش ديوا صاحبي راه اول واحد خصو يتيق هو انت انت ما تيقتيش راه ما يمكنش ربي ييسر لك شي طريق ولا قايل لك ناس في طريقك وانت ما متيقش دونك خصك حلم وهاد الحلم خص يكون عندك واحد الجول هدف عندك حلم مثلا انت باغي تشري طياره ماشي ممكن خص يكون عندك جول انا خصني ناخذ الطياره ماشي خصني ندير الملاير وخصني كذا انا خصني نصايب احسن براند ديال الكوزميتيك في المغرب هذا حلم وخصك تامن به دونك خصك هدف وهذا الهدف خصك ليه خطه خريطه الطريق بيان سور خص ديماري بليزيور بوين ديال شي ماشي سمو بلونغلي هذا اخوكم راه لونغلي راه بحال ماشي حتى غولز بحال هادي رود ماب فوالا خصك واحد الرود ماب تحطها فاش قلت قبيله ليستواغ ديال الطفل والحصان كنت قصد هادشي يعني انت راه الدري فوق الحصان راه بانو بان راه غيوصل للطريق ولكن الحصان قال له الشريف شوف قدامك بعدا واش تقدر دوز هاد الشيء في اطار لو فاتراكشن انا شحال هادي جلس مع واحد السيد في 2015 طايرون قلت له شنو هو الهدف ديالي قلت له هو وان داي نرجع للمغرب ونبنيو شي كوميونيتي ديال الويب وبدا لدرجه الكوميونيتي ديال الويب تولي شي حاجه كبيره قال لي وفين كاين المشكل قلت له واخا سيبني الفلوس بزاف قال لي شحال خصك قلت له تكون خاصه واحد 50 100 مليون دولار الا بغيتي تحط داكشي اللي فراسي الا بغيتي تحط داكشي اللي فراسي في الواقع ويقول لي الشريف راه كترون قلت له كيفاش كنرون قلت له خاصه فلوس قال لي سام تايم ما تدخلش الفلوس كيخصك تمشي
بيان سور كيجمع البدايه هي الفيلم كامل بداك البدايه انت وانا هادي على مرتين عاد فهمت بزاف اللعيبه ديال جا خير بغينا نصنعوا هذا الفيلم هذا راه انت شتي الاردني يريحوا معانا قال لك بشحال قامت يوكن عطيناهم الثمن الحقيقي قال لك لا ما يمكنش ما بغيتوش تبارطاجيو معنا لا والله الا هادشي باش قايمه لا لا فهمتي زادوا يضحكوا بيناتهم زعما الصاط ما يمكنش تيقلص القصه ديال هاد الناس هاد لا ماشي ولا بغيت تجي ما يبقى الواحد يحسبها في الوسير شوف شنو باه وي ما يمكن باش ترجع سيمو الحلم هدف خطه شوف انا زيدك خايف لو فاتراكش انا لو فاتراكش كان واحد الكاتب كنت عطيتو الكتاب ديالو سميتو كريستيان غودفرو هذاك الكاتب واع في كوبي رايتينغ فهمتي يعني انا عقل هذه القضيه هي باش كتبها اليوم كريستيان كيتسميم هذه اللعيبه ديال سميتو سميتو كومو ايكريغ ان لتر كيفون شتي اللي ما قراش تيقول لي دار الكوبي رايتينغ مشى عطى الكوبي رايتينغ تيسا هذا بحال قلت هذا هو الساس هذا الساط هذا كان قد عاود واحد القصه في نفس الاتجاه ولكن ما تيقشاش على الا على مر السنين اش قال لك انا كنت باغي نشري بورش وخاصني البورش ولكن ما عنديش فلوس للبورش وساكن جنب واحد خونا والايام تمر وصافي قال لك واحد الوقيته صافي تيقش انا راه عندي بورش صافي وخدام وخدام انه في الاخر خاصني نغياليز هذا البورش هذا ولكن انا راه كندخل يقدر في الشهر كيفاش نجي نشري هذا البورش هذا راه ما يمكنش ولكن يخليني خدام راه يقدر شي وقيته يتزادوا المداخل وكذا قال لك واحد الوقيته وانا متيق انا راه صافي هذاك الحلم ديال البورش ديال ترياليزا جا خونا من الجارو قال لي شوف انا راه طاريه شي مشاكل في بلادي خصني نمشي شوف خلي لك الطوموبيله هادي راه ما غنكونش هاد البيريود هادي خليها لك قال لك صافي وليت عايش ديك الطوموبيله من بعد جا الخبر ان فلان مات وبقات عنده الطوموبيله وهاد كريستيان غودفروي حتى هو في شي سنين هادي حتى هو مات ولكن اخي كان كاتب شي كتابه واعر يعني راه وانت كتهند تشريها انا نقول لك اخي انا عندي ديك الفيراري 4 5 8 كنحلم بها من 2016 ملي شفتها صاوني نفروح فهمتي سيرتو مرياح مع الصوت راه احسن تكتب بيست كار ساوند طلع لك هي احسن صوت ديال طوموبيله في تاريخ البشريه بشهاده ديالي لا شوف شهاده تقلب شهاده تقلب مع دخلات الستاسيون باقي عاقل مريحين فواحد الستاسيون في مراكش مع دخلات كلشي سكت فهمتي ودري صغير نزل منها وكتا داكشي اللي شفته قلت صافي خصني نحط طرختها ومن ديك الساعه وانا كنحاول قلب فيراري 458 فيراري 458 شي واحد باغي يبيع في المغرب والو يا معلم واحد ختنا هي دكتوره هي اللي شريتها من عندها في الاخر تصور صاحبي شي عامين وهي كتقول لي باغا نبيع صيفط لها الوالد حتى لمراكش مشى حتى بغى يتكاتب معها وتقول ليه اجي شي نهار ندوزها في شي ستوري قلت له سعد الله يسمح لي ما نقدرش نبيع حس بحال اجي نبيع بنتي صافي والو ديما ما كتكملش البيعه والشريه وشنو الناس اللي خدامين في فيراري ديال كازا تنقول لهم الله يرحمكم الوالدين الا قدرتوا تدبروها ليا حتى هما راه من 2017 هما اونجاجيتهم الا قدرتوا تجيبوا لي شي واحد نشري هذا الفيراري هذه نعطيكم شيك فيه 100000 درهم كادو تقول لي حنا محتاجينش السيم وحنا ماذا بينا تولي انت كليون ديالنا كاينه هذه من غادي تفلاو عليا راه نتوما عارفين 4 5 8 هي كلشي تقول لي صراحه هذيك موتور اتموسفيريك ما بقيناش كنقادو وما هذيك خاصها تحضر واحد الوقيته المهم انا باغيه واحد الوقيته خاصها ما تبقاش تبع الحاجه واحد النهار قلت الله ينعل قول لي باقي يفكر في الطوموبيله كنت باغيه شوف وحق الرب باقي يجيبوها لي والله الا خديتها بعدا بشي يومين اتصلت بيا السيده قالت لي السيمو باقي باغي تشري قلت لها صراحه ماشي انتريست قلت لي اشنو بدلتي اشنو طرا عاودت لها قلت لها صراحه شنو طرا قالت لي السيمو جيب قد ديال الفلوس وجي عندي لمراكش قلت لها لا ما عنديش والله ما عندي وشتي دابا الدولار ب 7.8 وبالرب لا صرفت قالت لي لا راه 8.2 قلت لها راه شي يامات هذه كانت 7.8 قلت لها شتي والله الا تحت سعود والله ما نصرف باش نشري الفيراري قلت لي السيمو واش انت فريمون باغي هاد الطوموبيله هادي قلت لها اه قلت لها تقدر تجي عندي الاثنين قلت لها نجي عندك فين انا ما عندي لا فلوس لا والو ما يمكنش نسحب حاليا الدولار مستحيل نسحب قلت لي السيمو واش فريمون باغي الطوموبيل قلت لها قلت لي جي عندي الاثنين قلت لها اش غادي ندير معاك قلت لي جي عندي الاثنين والله اخي حتى واحد ما جيت يقسطوري الى الفيراريه جايه بزيرو دولار افونس مشيت عندها قلت لي السيمو انا كنتيق فيك عمر لي ديت خيط كل تخيطه بعد 3 مو قلت لها لا دابا قلت لي شوف انا نسالك هادشي انت امتى تجيكم الفلوس واجدين قلت لها يقدر معاك دا معاك دا العام الجاي قالت لي دير لي التخطيط الاول نهار 1/1/2022 مزيان هادشي كندوي
فشي سبتمبر فاش شريتها قلت لي عمر لي الطريطه الاولى امتى دير لي الطريطه الثانيه قسم كيف ما بغيتي دير اللي بغيتي يا سيدي هادي سبتي معاك الفيراري صوره صعبه ومشيت تكاتبت انا وياها ما حطيت حتى لعيبه انا ما متيقش واش يعني فهمتي هاكو اخي علاه ما بقاش واحد يفكر بزاف السيده دابا كملت لها خلاص اخر اخر تخيط كانت في البديه ديال شهر 4 صافي وسالينا ولكن ها انت ما كانش عندي ما كانش عندي الفلوس وما غنصرفش على حق انا عندي هاد اللعيبه هادي ما كنتقبلهاش يعني داك بحال قلتي داك الشعور العاطفي ديال لا هادي نشريها واخا الدولار طايح هانيه لا ما انا لا ديك اللعبه ديال تجي ماشي هاد راسك كمش وفيها واحد القضيه اصلا مثلا اخي غيسان الا بان لي شي ايفون وعجبني وبغيت نشريه تنقول شحال دابا 4 العشيه غدا مع 4 العشيه اللي كنت باغي هادي نشري وانا تنفوتو داكشي كيقول لي راسي لا لا ما عندك ما دير بيه لا هادي التكنيك اخي يستعملهم الواحد يعني هي ملي صافي ملي كتبغي هاد الشيء اخي على قبل لو اوف اتراكشن ملي كتبغي شي حاجه كيبداو تيحضروا كاع المسائل ولكن عاوتاني ماشي تكلبن على قبلها على كيفاش الفيراري كنت كندخل لافيتو كنكنكش كنقلب جوجل كدا نهار عطيت لك داكشي اتساع المهم انت باغي ماشي عاوتاني تعيق لا قلنا شوف قلنا حلم هدف خطه وسير الخطه ما تعنيش انك تموت باش ديرها انت يسقي الشجره اه فوالا مره مره ما بقات تقول تشوف مره عاوتاني تقول واه اللي باقي باش تطلع شي كاع مثلا مابقاش عس عليها نقولوا مثلا بغيتي تولي دو بيس ديفلوبر في المغرب راه تقدر تكون خدام في الديفلوبمون ولكن راك تلقى تتخربق في جوايه اخرى ولكن دائما غاردي الخدمه في الديفلوبمون ماشي انت غتنسى الديفلوبمون عامين وتعاود ترجع لي امبوسيبل ما يمكنش والعقل البشري ما تيخليناش نركزوا على حاجه واحده تيبقى يجرنا مره تيجرنا دونك علاش قلنا هاد اللعيبات حلم هدف خطه باش تنفذوا واحد المده ديال سيمو تيقول 10 سنين انا امنت بها ملي ترجع للورس القرا ديما ديك 10 سنين 10 سنين اخي دونك شوف 10 سنين واخا تكون حرتوكه تبقى جالس في نفس الطومين وكتخبط فيه اليوم غدا لا والجواب السيمو ديال ديك تيقول لك وانا ضربت عندي 30 عام ندير 40 عام وكيفاش ندير انا 10 سنين بزاف عليا لا 10 سنين بزاف وراه ديجا تلقى دازت 10 سنين وتلقى ما درتي والو يعني دابا في عمرك 30 دابا توصل باذن الله 40 وتقول يا ريت 40 غادي تمشي لك بدا ولصق حاجه وحده وشقى راه مول كاي في سي ولا ماعرفش جو بونس هذاك 50 عام عاد 65 عام عاد ما تيعنيش لاج اوبستاكل زعما ما تيعنيش انا شفتو اخي واحد جون يستغلها يعني هي الصالح حتى ماكدونالدو كذا حتى هو راه كبير داك الساعات هذوك جوج ديال الماكله راه خصهم يمشيو نصحوا احنا شوف دابا شوف انا غير دابا غادي 5 دقائق اخي غيسان يعني 5 دقائق اللي قلت لك عطينا عطيت الشباب شي نصائح انا بغيت زعما من غير النصائح بغيت انا غنطلق لك نشكر ناس زعما عاونوني في حياتي ومازال تيعاونوني بعد اول وحدين هما والديا مزيان تنشكرهم صراحه على التربيه اللي ربونا تنشكرهم على لي ساكريفيس اللي دوزو باسكو فريمون هاني اخي غيساني صوتك عليك ثاني اخي راه كاع وليدينا اخي زعما ماشي حس زعما تكرفصوا فريمون تكرفصوا علينا انا تنعاودكم تكرفصوا علينا وتكرفصوا معانا تكرفصوا معانا فريمون شو تكرفصوا علينا وتكرفصوا معانا لان هذاك التكرفيس علينا حتى هو راه انا كنعاود لك داك الاستوار اللي قاسم بوشارك بيني وبينك هو ان الوالدين ديالنا بجوج عسكر ميليتير والقضيه ديال الميليتير والعسكر راه تتعلموا واحد الريجيد وهذا تيحاول حتى امكن يدوزوا فيك زعما يدوز يحاول يابليكي هذا الريجيد اللي عندك راه هو فريمون ملي كنبدا ناناليزي اللور ترجع راه كون ما داروش لينا هاد لي زيستوار كنا راه حنا نقولوا ما ناخذوش روح المسؤوليه ما غنفكروش في ناس اخرين ما غنديروش المهم انا كنحاول زعما جوج الناس بعدا والديا اخي انا ملي كنت صغير كنت حاقد ولكن دابا ملي كبرت وليت فاخر واه واه نقول لك راه لحقتي كنت صاحبي كبر مع الميليتير في الدار نوض ماشي ديك لعبه ديال نزيد شويه هذيك زيد شويه غير زدت راسك المشكله نوض سبعه سوني ات نوض داكشي ديال الميليتير معلم نوض وما كاينش ديك الحوار يمشي يجي كاين وان وي اللي قال لك عاود لا لا عاود لي الا قال لك عاود لي قلتي هذيك يعني ماشي ما سمعكش هي تيوجد الدقه منين تجيك هو راه سمعك تيتاكد المهم زعما خصوصا زعما ما بغيتش نقول الوالده مي بجوج الوالد حمار الوالد ديالي كان الصالير ديالو 3600 درهم وكان معيش بها عائل
تما هذا جواب الناس اللي تيقول لك واه انا كنشدي 2000 درهم 3000 درهم كيفاش نعيش الصاد او تقول لي الناس داك الزمان داز هذا الزمان اللي تنعرفوا الناس عسكر تيشدوا 2800 درهم ومعيشين بها عائله والكرامه كاينه لا هي كتلقى 2800 الا واحد شي كريدي اما دابا الصالير تحسنوها دابا لونطري اللي تنقول لك باش داخل بيان سور الامور دابا تحسنات الوالده هي ضحات معنا بزاف لدرجه ان قلت لك انا فاش كنت كنقرا في الصغر فاش كنت كنبغي نمشي للكوليج فاش دزت للكوليج الكوليج خرجت منه واحد البارتي في نيميلان كان ما بين الدوار ديالنا والكوليج كان تقريبا واحد 6 كيلومتر وهاد 6 كيلومتر ما يمكنلكش تمشي ليها ابي خاصك شي بيكار والوالده ديك الساعه كانت شافت واحد السيده هنايا في زهران الله يذكرها بالخير راه مازال حي الله زعما الله يطول في عمرها كنت جيت عندها وخديت عندها الفلوس باش شريت شي بيكار جيت من بني ملال انا عندي شحال ديك الساعه في الكوليج شحال كتكون عندك 12 عام جاي شاد الكار وبلا خبر مني الدار وجيت وخديت الفلوس ومشيت عطيتهم الوالده ومشيت شريت لي بيكالا باش تقرا باش تمشي غير تقرا وي باش نقدر نقرا هادشي علاش نقولوا اي باش حتى الدراري مابقوش يقولوا لا حق والدينا مديرين لينا والو شراو شي تيقراو معايا في القسم عندهم الطوموبيل تنضرنا والديكم هادشي اللي كيديروا دابا راه هو دباست اللي ممكن يديروا وديما ما عمرك ترد لهم والديك لان علاش نقول لكم هادشي لان حنا حتى كبرنا عاد حنا درنا وليداتنا درنا وليداتنا وعاد اكتشفنا بان داك التضحيات اللي كانوا كيدوزوا معنا والدينا راه غير الوالدين هما اللي كتكون فيك السخانه راه ماشي نعسوش انا ولادي دابا راه ملي تكون فيهم السخانه ولا غير عياني راه ما تنعش علاش حيت هذوك طرف من الكبده ديالك زعما مهما يقصوا عليك والديك مهما يبان لك راه حق الرب الا هذاك الشيء غير باريير راه فريمون نديروا الهدف بغاوك تكون ناض وا ليش والدك اصلا والدك ماشي لوح والدك ماشي راه استثمار هو العالم كامل كلشي كيبغي يكون احسن منك الا والدك هما الوحيد اللي كيبغيوك تكون احسن منه اكثر وحدين العالم كله كيكون كيعرف كلشي بغا يكون احسن منك اكثر عندك دار بغا يكون احسن منك الا والديك هما اللي كيبغيوك تكون انت احسن منه الوحيد في الدنيا كلها اخي سطو والله الا متفق معك انا اخي امتى وليت تنشوف باغي الناس يكونوا احسن مني حتى مشيت للطايره يقول انا بيان قلت دا الا كانوا هاد الشرفه احسن مني راه غادي نلقى على من التكه الا جيت نطيح ولا شي حاجه كاين على من التكه اما الا كانوا هي الحرياتكم دورون بيا ملا غادي نطيح غادي نريب وتجي يقول لك شتي قلنا لي صور ضارب ناس ناضيين شتي الا كنتي ضارب ناس ناضيين وطحتي شنو غادي يقول لك وقف معلم وقف صاحبي اش درب جاتو وقف واصلا تبداي تعوج شويه تيجي بنادم تيقول لك خاي السيم والله هادي ما جاتش معاك بالرب غادي تعاود تشد الطريق ولكن الا كنتي ضارب الحرات كيحسنوا غير طيح وين فوق الطيح تيجي تقول لك قلنا لك ولكن انت ما بغيتش شتي قلنا لك كثيره بزاف قلنا لك المهم واحد السر علاش قلت لك اخي سيمو علاش انا دائما تنقول لك سيمو جو فوز غريبوها لان اكثر حاجه ندوزها في حياتي في هاد الاكسبيريونس هذه هي الطريق اللي كنت كنضرب من دوار ولاد عبد الطول ليسي وفي الشتاء كانت الشتاء والبرق تيضرب فوق مني وانا غادي وكاين ريسك انني نموت لان ما كاينش فين تخبى كاين طريق وما يمكنلكش تنزل للبيست دونك خصك تبقى غادي فوق الكودرون والشتا تصب عليك والبرق تيضرب فوق منك والرعده هذيك ست جمانه عام تقريبا ما بقاش عندي الخوف انا تنقول الموت راه دوزو يعني راه هذا عاد ضربني شي رعده هذه راه شي لعيبه هذا راه غنموت دونك هاد اللعيبه هذيك تستنى المناعه من الخوف اي لعيبه سيمو تنقول لك شوف توكل على الله جو غنبدا هو يحل الله صافا خلي تقول لي كومونتير خي سيمو واحد البلان على السي الغيساني ربما ورا معاودش بزاف ديال الحوايج ورا عارف راه معاودش بزاف راه عيب تعاود بزاف ديال الحوايج المهم الا بغينا نديرو راه ما يكفيش هاد الساعتين ولا البلان هو كاين عنده واحد لافونتاج كبير اللي هو كيبارطاجي اي حاجه كتكون عند سمع محمد كيبارطاجيها لي ما سنين تقريبا من 2007 ولا قبل حنا كنجيو كيبارطاجي اي حاجه غايقولها واخا شتي عجبني في الغيسان كيبارطاجي حاجه اخرى اللي مزيانه عنده هو سمعه ما تيشوفش الفلوس تيقلب على الفلوس تيقلب على النجاح يعني ما تيقلب الفلوس ديال الدار تيقلب لك على يعطي واحد انا خيشوش لا الفلوس ما تيجا وهذه بين قوسين راه ربما ما هضرش عليها ما دويش عليها في
سلطان عارف كدا هذا راه بيتيت خرا ماشي هز بزاف الفلوس داهم معاه ولكن راه دا غوند اكسبيريونس حاجه اخرى هو شاف واحد 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 الهدف واحد النجاح قدامه شافو شافو تحقق وهذا هذه زعما من الحوايج اخي شوف والله انا 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 فخور اخي تفخور البنادم اللي فيه انا فخور اخي تلاقيت مع الغيساني في هذه الحياه هذه تنضل تنقولها ليه الله يعزك اخي الغيساني علاش فهمتي انا كنت خدام اي كوميرس لدرجه ان الحمد لله في الخرج ديال 2020 جاءت الاقدار الخرج ديال 2019 في الخرج ديال 2020 سنين واحد الان جي اي من ورا ما دخلوا معنا شي انفستورز انا منو ندير الاي كوميرس لا انا لا يجي حيا لا راق وديك الساعة قلت ليه مزيانة أصطاد شوف أنا راه أول مرة مقتنع بشنو كندير في حياتي هو فهاد يوكان ما كنربحو التالية خصنا نربحو الآخرين لا ربحنا الآخرين أجي خلصونا تيخلصونا 0.25 يعني هما يضربو 100,000 درهم عاد يعطونا 250 درهم قلت له واش هاد يوكان هادي هي اللي تنآمن أن فلوسها ماشي حلال ماشي حاجة فايتة حلال لا سير أخويا تتبيع أنت وتسالي وكذا يعني بنادم وعاطيك الفلوس إلا بغا يخلص ما بغاش يخلص راه يزيد في حالو وتيعطيك ديك 250 درهم على كل 100,000 درهم تيضرب واحد كيسولك قال لك شي لحظه اللي بدلت لك حياتك انت اخي غيسالي يا هاد اللحظه فاش كنت غادي في الطريق والبرق والرعد وكذا تنقول راه ملي دوزت تنقول صافي راه مازال الله باغي لي شي ميسي واحد اخر وغير هادي المهم كاين لا كاين الصراحه كاين دي زيكسبيريونس في الحياه كما قال عبد الجزير راه مايمكنش تبارطاجي كلشي الصراحه هاد القضيه ديال البارطاج تعلمتها باش نقول لكم بجيت تعلمتها من جدي جدي الله يرحمه احنا زعما ماشي شي عائله مقحطه كذا عندنا الارض في بنيم الله عندنا الفلاحه عندنا اللعيبات كان سبحان الله عنده واحد لي سبري دو بارطاج رهيب وصاحبي راه ما يمكنش كتجي اي حاجه داخله للدار اللي جاتي يقدر ياخذ اي حاجه هذاك الشيء تنقول راه كاين شي حوايج تتاخذهم من الاصول انا تبارك الله زعما الحمد لله من جدي خديت هذه القضيه ديال البارطاج وكذا عقلتي عبد الجزير كنا كنصايبوا للدراري لي سيت ادسنس باش نقول لهم توصل لك المال كتقول لا اجدي وجدي دوزها الوالد والوالده هو عندنا كيبان بحال راه عنده الفلوس لاباس عليه بخير اللي كتلقى كيعطيك درهم اكزاكتو المخير كنا كنلعبوا ماتش ب 4 ريال كيعطيك درهم واللي راه خمسه الماتشات هذه كان خاص على خمسه الدراري بايس جماعه الماتش سعيد مزيان لا زعما الصراحه هاد الخصله هادي نحمد عليها الله لان زعما ما عطيهش لاي واحد احنا زعما ديك الثقافه ديال الا لقيتي شي لعيبه خبيها عندك وشدها وما توريها حتى شي واحد اوخ كو النظريه غالطه ما تستريبيش جابك جوج هاك هاد السيت هذا ها الجليد ها الاخر خدامي كنخرج 9000 درهم هذه هذه يلعبوا بها معايا مزيان اخي شارك جد وفر عليك 9000 درهم مزيان شارك يسول اسمي كتب لي كتيك ديك الويله كومون اكريغ اون لتر كي فون comment écrire à Béna une lettre qui vont الدراري باش نجاوب على السؤال الله يرحم لكم الوالدين والله خدامين على هادشي ولكن راه ما يمكنش اي بروغرام لونسيناه بحال يو كان بي واحد الضغط رهيب يو كان بي يو كان بي يو كان بي يو كان بي راه ما يمكنش زعما البروغرام راه كاين حنا خدامين عليه نهار يوجد راه حنا بالفرحه علينا نجيو نافونسيو ما كرهناش غدا ولكن راه كنعاودوا راه يو كان بي ويو كان اكاديمي راه يو كان اكاديمي راه ان بلاتفورم راه خصها ديفلوبا حنا تنديفلوبيو فيو كان كاين شيبينغ كاين كذا دونك راه بليزيو ايكو سيستم تنديفلوبيو فيهم اي خدمه شويه دوك وتشي بزاف قاعد لي زيكو سيستيم الا دخلوا معنا حتى ناس اخرين راه مرحبا بيان سو نسيت راه ما كاينش القضيه ديال شي حاجه كبيره بوحدك شوف هذه القضيه سيمو انت شوف هذا ميساج موجه لاي شركه في المغرب كدير ديفلوبمون ولا كدير شي حوايج اللي هضرنا فيهم وباغيين يديروا معنا دي بارتناري شوف الحاجه الوحيده اللي نطلبوا منك انك تكون فريمون تدير ديفلوبمون ماشي غتجي تقول لينا انا تندير ديفلوبمون غنلقاوك تتخربق إذا كنتي كدير ديفلوبمون شركة كدير ديفلوبمون مرحبا بك اجي يس ات يو كان بون شوب راه ديما هاد الميل هذا معروف صيفط لينا ميل قول لنا حلينا شنو تدير عندك واحد الفائض ديال ناس انت خدام عندي بروجي وعندك ناس زايدين وبغيتي نشوفوا معاك كولابوراسيون مرحبا هذه في القضيه ديال ديفلوبمون في قضيه ديال كاع هادشي اللي هضرنا عليه كنتي كتورغانيزي لي زيفينمون مرحبا بك حنا محتاجينك دايوغ ملي جبنا هاد القضيه ديال لي زيفينمون اخي سيمو انا عنو هذه الاول مره غنقولوا هاد الدراري خدامي على خدامي على واحد لي فيرمو شهر 8 الجاي ان شاء الله خدامي عليه من دابا ان شاء الله شهر 8 الجاي غادي يحضر فيه 46,000 واحد فين كدا حتى من بعد خلاه راه بغينا نمشيو بين 46,000 واحد يكون الحضور 46,000 واحد لي فيرمو الهدف منه هو نجمعوا دوك قصص النجاح شي شباب نجحوا يجيو يبارطاجيو ليكسبيريونس ديالهم يكون واحد لي فيرمو تدخل ليه موتيفي وتخرج منه موتيفي فوا 10
وتمشي تخدم. وي بغينا هاد ليفينمون يكون بعدا اكبر ايفينمون كاين في المغرب وفي لافريك ان شاء الله غادي يكون. هذا هو الهدف. والهدف ديالو هو تجي تموتيفي. لان في الاخر راه ديك الموتيفاسيون. The biggest entrepreneurial event. اكبر ايفينمون جامع الناس اللي عندهم عقليه ديال الانتربرونورز. القوي. اللي غيجي غير باش يلطم ويويل ما عندنا ما نديرو. يجي واحد اللي فريمون تيشوف بان لافنيغ راه زوين بان راه كاين ميدار. وتبارك الله حنا شفناهم فيو كانهم كثار وان شاء الله غادي يكون صعيب هاد ستار حضرت 46 انا بلاك نسيت ما قلتش واحد الشيفر قبيله نسيتو فيو كان كاين اكثر من نص مليون ديال لي ستار دونك 46 راه تيمثلوا غير لا ان شاء الله اخي 46 يعني الا جبنا غير الناس ديال يوكان راه غنعمر التيران وحوايج وحدين اخرين وحنا زعما الهدف هو نجيبوا الناس ديال يوكان وناس زعما من دي سيكتور وحدين اخرين لا ضربناها في اللايف بغينا نجيبوها للواقع عامل درنا لايف اخر لايف غادي درنا راسنا للدرج لا ان شاء الله ان شاء الله غدار باسكو دفيت ندوزنا لايف جمعنا فيه 46000 وكاين لايفات اخرين ان شاء الله مجموعين فيهم 100000 هما اللايفات اللي يكونوا فيهم لي لونسمون ديال هاد لي بروغرام هادو وبغيت غير بارطاجي معكم نيت في الشكر كان زعما ابار والديه تنبغي نشكر اي واحد عاونني شكر لينا اخي كيم بزاف لا باش ما حيت انسى اسميه غير كاع شي واحد اي واحد عاونني في حياتي وقدم لي سواء نصيحه سواء عاونني بشي حاجه اللي نفعتني كنوجه ليه جزيل الشكر من هنا من هاد اللايف هذا وزعما خصكم تعلموا واحد القضيه النصائح كانت واحد شويه النصائح بغيت نبارطاجيو معكم اول نصيحه خصكم تبغيو هاد البلاد هادي اول نصيحه شتي باش نافونسيو الا بغيتوا هاد البلاد تبدل حنا كاع كنتحاربوا لا زعما باش يفهموا اللعيبات ديال تطريح مع بنادم تيقول لك نتوما اش عندكم انا راه باقا فيا باقا فيا فهمتش لا ان شاء الله شوف خاصكم تعلموا الدراري والبنات تبغيو هاد البلاد هادي لان الا بغيتي البلاد تبدل وفريمون افونسي راه نتوما الاولين بعدا راكسو منكم تعلموا تبغيوها ودافعوا عليها راه صاحبي راه تيبقى فيك الحال ملي تمشي كتلقى شي واحد تيعاير في البلاد والاخر تيعاير مع شي واحد اخر ماشي حتى مغربي مازال حنا مغاربه بيناتنا تيقول لك مشاكل ديالنا نجيرو اونصوم ملي كتلقى مغربي مريح مع مصري ولا سعودي ولا هذا والبلاد كتعاير وهو تيضحك احق الرب الا ما تتكراش تقجو هذاك الصاد تخرج ليه من غادي تاكل اللايف فهمتي لا مزيان الصاد خصهم يسمعوا هادشي تعلموا تدافعوا على البلاد دافعوا عليها باش تعطيكم ودافعوا عليها باش ترد لكم والحمد لله راه مهما يوقع مهما يكون راه شوف راه قراتنا وعلماتنا وراه دول اخرين كتخلص معلم باش تقرا حنا راه على الاقل من الزيرو للباك راه خدينا لي باز راه قراتنا علماتنا وفرت لينا شويه ديال الطب واخا تنقولوا الطب على قد الحال على الاقل ملي كنت في السخره راه كانوا كيهزوني مول الدار كيدوني لسبيطار العومه تيدقوا لي واحد اللعيبه جو سي با شنو هي ولكن المهم تحيد لي السخره تتوقفني وكذا دونك شوف اللي تيعير في البلاد من الاحسن يبدل البيزنس اخي غير السنه ديك النهار في خميزه تحطي الزينه اكزاكتوم تقول لك البرا وكفتي على رجلك وهذا اللعبه اللي قلت ثقافة الشكر اللي هضرنا عليها اول حاجه حب الوطن ثانيه ثقافة الشكر انا كنشكر اي واحد عاوني في حياتي ما تنقول لكمش وصلت حنايا الله بادين غير زعما تيقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله انا تنشكر الناس اي واحد عاوني في حياتي الله يحفظك والله يسخر لك ولا احتاجيتيني في اي حاجه غير بينغيني راه شوف حنا انسان وتنساو احتاجيتيني عاونتيني في شي لعيبه ولا ما عاونتينيش بينغيني انا هنا بيان سور في اطار المستطاع حيت كاين بزاف الناس اخي سيمو عطينا الفلوس راه الشاف راه ما عندناش الفلوس راه الفلوس اللي عندنا راه مستمرينهم في ستارت اب راه خدامين معانا زعما بغيت نقول لك الاف مئات الناس كيدوزوا لهم لي سالير كتخلص عليهم لا سينيسيس كيتفتحوا ديوير شركه شيبين شري راه ما عندناش فلوس اللي عندنا هو اننا نوفر لك واحد ليكو سيستيم انك تخدم وتدبر على راسك وكذا تصنع فلوس لراسك ما تحتاجنيش انا الا تحتاجني مره تحتاجني جوج تحتاجني ثلاثه نقول لك اخي علاش كيفاش تصايب فلوس في السمكه هذا نفك هذا الموضوع هذا على حسب جا خونا طلب ليا في حدود 1000 درهم كنعطيها ليه ما كيردش كيختفي جا طلب بزاف تنقول ليه اسمح ليا فهمتي على قداش ونقول لك شي شارع تيقول لي نجيب لك شيك وحق ربي الا عندي عرمات الشيك هادو نمشي ندخل خونا للحبس ما يمكنش صافي كتقول زيرو كاين واحد السؤال اخير شوف كنقول لك شنو هو الريكومونداسيون حاجه واحده اللي تقدر تعطيها انت سي مرايف وبيساني اللي تقدر تكون مشتركه بيناتكم
هادشي تنقولوا راه مشربين بين السيما ولكن ريكومونداسيون والله الا هادشي الشباب ما يبقاش يخرب هادشي تنقولوا راه مشارك بين لان كل ما كانش مشارك بينه وبينه ما تلقاش مريح ديالنا ومريح حدا لان خصنا نتفقوا بعدا في العقليه عاد نمشيو نبداو شي بيزنس لا هاد الحلقه هادي خيره راه شكلت واحد القضيه الحلقه هادي ماشي هادو ماشي ضيف يوميا معايا فهمت كان كيكون مريح هنا اليوم الزنا وجهنا باش ما ننساش كنشكر التيم ديالنا كامل اللي بدينا معاه من فاياتك من فاي ستوديو حتى اليوم دابا اليوكا شوف هذا ميساج حيت بارفوا تنكون ملاهي وما تنقدرش نشكر الناس شوف راه بلا بكم الشباب راه واحد الرب الا لا انا لا سيمو نقدروا نديروا هادشي والو انا نشوف حنا نقول لك نقدروا نديروا كذا ولكن ماشي حنا اللي كنديروا لاكسيون زعما فريمو كنشكر الشباب ديال اليوكان انا زعما نقول لي جروب باش ما نمشيش هكا نبقى ندخل في لي ديتاي ونسى شي واحد كنشكر الناس ديال الديف باك اند فرونت اوبس كنشكر الناس ديال السيبور فريمو تيدير واحد الخدمه نسيت داك المره باش كنا مع الاردنيين قلنا شحال عندكم الناس ديال السيبور قلنا لهم 9 قلنا لي 9 باش تزوز الضحكوا علينا وما عندهم 400 واحد في السيبور بغا يهيب عندنا لا 800 موظف اه 800 موظف قال له واش وبغى يجيب عندنا ب 800 موظف عرفتي وما خدماتش ليه لا حنا جاوبناه واحد الجواب قال له برودوي زوين الناس ما تيتشكاوش بزاف انتم عندكم برودوي مقتول نسيتكم بزاف صافي وي قلب عاوتاني الديسكوز لا لا عاوتاني واحد الوقيته قال لك حنا ما حنا كذا 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 عندنا 800 موظف قلت له راه شوبيفاي كامله عندها شي 5000 يعني انت عندك شي 8% ولا ما ديك الساعه حتى تبارك الله كليتك بالزربه ديال كذا ولكن واش انت كتسواني هاد القيمه هادي واعاد ريحو الرضاصه المهم شوف الشباب باش وصلنا للقضيه ديال الشكر واحد القضيه عاوتاني بغيت نقول واحده اخرى ما تمشيوش بزاف في القرايه شوف من زيرو للباك الا ما عاد بغيتي تولي طبيب شوف شوف بعدا بغيتي تولي موظف شي فشي بارتي انت مفيزي عليها الله يسخر لك الصاد قرا ودير القرايه هي دباس اللي ممكن دير بغيتي تولي شي واحد اونتربرونور اول نصيحه نعطيك ودي قالت جاك ما ولعيبات وكذا قال لك خدم في ستارت اب اجي خدم في ستارت اب راه ما يمكنش انت شوف هاد ليكسبيرينس تنعاودو معاك راه فشلنا المره الاولى والثانيه والثالثه تقريبا تنهضر على ثلاثه الفشل وعاد دوك اللعيبات صغيورين هذوك ما تنعاودوهمش دونك دراسه الحالات اجي قرا في مدرسه ديال ستارت اب حنا لافونتاج اللي عندنا في يوكان ولا في حوايج اخرين تنحاولوا نبارطاجيو لو ماكسيموم راه عندنا واحد اللعبه تيسميوها في الدراري ديال تيك سميتها سلاك هي المويان دو كومونيكاسيون ديالنا هاد سلاك فيه شانيل بريفي وشانيل بيبليك حنا كلشي اللي شانيل عندنا بيبليك يعني كنتي كتخدم في السيبورت تقدر تدخل شانيل الاوبس تشوف شطاري كنتي كتخدم في الاوب في الديف تقدر تدخل شانيل الماركتينغ تشوف شنو طاري كلشي بيبليك كلشي تيتقال اون زعما اون بيبليك وعندنا ناس لي فريمون تي بارطاجيو وهنا تنحيي لي زيكيب ديال تيف زهير يونس وكاع الناس اللي ما نقدرش زعما نقول سمياتهم راهم كثار لي زيكيب ديال سيبور الناس يكريو لي زيكيب ديال الفيديو لي زيكيب ديال الماركتينغ لي زيكيب ديال الكونتنت زعما فريمون تنحييهم لان حنا الشباب حنا تنهضروا ولكن راه اللي كيدير لاكسيوناريا بلوتو اللي كيدير لاكسيون راه هو هذوك الناس اللي لور هما اللي كيديروا الدي تو دي هما اللي خدامين دائما دونك هادو تنبغي نشكرهم لساني سؤال اخر سؤال واحد سيد متعود السؤال واش ممكن الموظفين مع الدولة يشاركوا في يوكا اكاديمي واش خا يتمنعوا هو بغى هو بغى اكاديمي هي بلاصه اللي الناس كيقراو فيها يقدر يقراو ما يجيش يخدم في يوكا بعدا راه ما يصحش يفهموا الناس راه ماشي الهدف ديالنا هو نخدموا زعما الناس يجيو يخدموا في يوكا الهدف ديالنا هو تصوفي راسك هو تخدم دير بيزنس ديالك وتخدم لينا واحد 5 ولا 6 ولا 10 وبهكذا تقدر تعاوننا على ديك مليون فرصه الشهر هادشي باش زوين الاي كوميرس هو كيدير الاي كوميرس دابا خونا هذا كيدير غير 5 ديال الطلبيات في النهار هذا 6 هذا 10 هذا 20 ولكن دابا مثلا فيو كان دول المغرب لما نشوفوا الدول الاخرى كاين المينيموم نهار العيا 14000 طلبيه 14000 طلبيه كيخصها الكول سنتر اللي غادي يتصلوا الكونفيرمي دونك انت خدمتي ناس اخرين في الكول سنتر وخصها اللي غادي يمشي يوصلها دونك انت خدمتي ناس في الشيبينغ دونك هاي صحه تصنعوا فرص شغل ما يمكنش دير الاي كوميرس بلا ما تخدم معاك ناس اخرين وي هذا هو لافونتاج ديال الاي كوميرس كو دومين تيخدم معاه بزاف ديال الناس و المهم جيسبر نكونوا فدناكم شويه بهاد اللايف هذا ما عرفتش لي كيسيون الا كانوا مازال في الماء صافي سامي سيمشي سيلو شكون غدا شكون غدا غدا سوينغا غدا نجيبو سوينغا مصطفى سوينغا ان شاء الله ولا يجي يكون غدا تنهار الاثنين كاين واحد الطيف ناض
بعد دولت فاس خدام سي بي اي حتى هو كارير ثلاثه هو يجي حيا اخي يجي عاود القصه ديالو ديال الوالد ديالو باص الوالده ديالو راه بات بيت فروم زيرو تو هير حتى ولا مليونير راقي حتى هو يا كاين الدراري جايين شو هاد اللايف هذا ما كاين غير النضه نطيو بنادم علاش اخي الهدف هو قلت رمضان هذا نستغلوه نعطيو للشباب واحد بزاف ديال لي زيكزومبل ولا بودا واحد يجي يشبك معاه ولا بودا شي واحد يجي فهمتي مع بعض ما كدوز بينير واش تقول لك انا خويا ما عنديش مع السيمو لايف وانا راه ما عنديش مشكل ما يكونش عندك معايا كاين ناس عندهم معايا كاين ناس ما عندهمش معايا بالعكس انا نجي نجيب لك ناس اخرين راه الهدف في الاخر هو انت تتحرك الا تحركت غادي تنفعنا فواحد المرحله من مرحلتين ما تنفع راسك تنفع والديك تنفع المجتمع تنفع تبقى ديك الدواره غدا وسميتو يقدر انايا واحد النهار والجاجي تلاقى معك حتى انت زويون عكس ما يتلاقى معك جاب شي فيرسيون خايبه فهمتي هاكا اخي الحمد لله دابا راه الامباكت كاين كنحاولوا نزيدو نكبروا الشباب حاجه 3 ايام الاخر رمضان قال لك الناس اللي غاتانفيتيو باش يجيو يحضروا عاود قول لهم اخي الدراري 3 ايام الاخر ديال رمضان غادي انفيتيو كل نهار ثلاثه ديال الناس يعني في التوتال 9 النهار الاول نجيبو ثلاثه النهار الثاني ثلاثه النهار الثالث ثلاثه يعني في التوتال 9 غادي نكونوا كنسيليكسيونيو مير هكا بحال هكا نبقاو نديروا لكم الدراري ونكونوا واقعيين ديك الساعه ملي يقربوا ديك 3 ايام الاخر غنبدا نقول لكم الدراري شكون اللي كاين في الرباط الله يحفظكم يكتب راب صافو راه الانستغرام ديالنا حنا ما تيكذبش على حقيتاش التعليقات كما تيكومونطيو هما يا ما ماشي هو يكذب عنه تقول لك تبرابا رابا العشرة نسيليكسيونيوها ورابا رقم 20 نسيليكسيونيوها ورابا رقم 30 نسيليكسيونيوها وخي عيامي بيجي برا ما يجيش واحد السؤال تما كاتب لينا واش ممكن نبيع البيض البلدي الصاد راه باع البيض البلدي ماشي عاد باع البيض البلدي كتسول راه باعوا دوز لاكسيون الصاد جرب راه ما كنخسر والو زرب راه كيتباع البيض البلدي كيتباع شوف غادي يمشي تارغيتي الكارتي يقول لها نشيبي لك البيض البلدي صافي وبنادم راه غادي كوموندي وتمشي تشيبي له البيض البلدي ساليت الكارتي دوز وسع الرانج ديال الاشهار فوت الكارتي ديال وغاد وباع وباع واخا الناس البيض البلدي وحده ونص هذيك دير معنا تبارك الله